بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من كان مصر 2019. العد التنازلي لختام البطولة الإفريقية رقم 32 كأس الأمم التي استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 من شهر يوليو الجاري. فترة كانت مميزة جدا، بطولة إفريقية بنكهة دولية بنكهة عالمية، كأس عالم مصغرة داخل مصر، استضافت فيها مصر 24 منتخب إفريقي لأول مرة، بطولة أمم تقام بهذا العدد الكبير، لكن نجحت مصر في هذا التنظيم بالعلامة الكاملة 10 على 10 حتى هذه اللحظة، تنظيم على أعلى مستوى وتنظيم متميز جدا للدولة المصرية، وردود فعل عالمية أشادت بالتنظيم على أعلى مستوى، حتى ردود الأفعال داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كافة، الكل أشاد بتنظيم مصر في هذه البطولة الكبيرة اللي بالتأكيد هتبقى صعوبات على الدول التي ستستضيف هذه البطولة خلال السنوات القادمة، لأن مصر قدمت كأس عالم مصغرة للكرة الإفريقية والقارة الإفريقية جمعاء، 24 منتخب إفريقي بجماهيرهم، كل الشعوب الإفريقية كانت متواجدة في مصر خلال الفترة الحالية، سعيدة بالتنظيم وبالأداء والمستوى بالملاعب بكل الأمور اللوجستية المتعلقة بتنظيم مصر لكأس الأمم كان 2019. هذه البطولة خلاص العد التنازلي لبطولة الأمم، يوم الجمعة القادم إن شاء الله زي النهاردة هيكون نهائي هذه البطولة الكبيرة بإذن الله، لكن خلال الأيام القادمة خلاص مباريات الدور نصف النهائي تحددت بشكل رسمي بعد تأهل تونس لمواجهة السنغال بإذن الله يوم الأحد الساعة 6 على استاد الدفاع الجوي، وتختتم مباريات الدور نصف النهائي مباراة كبيرة جدا وقوية بين المنتخب النيجيري والمنتخب الجزائري في تمام الساعة 9 من مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، ثم مباراة الثالث والرابع والميدالية البرونزية يوم الأربعاء القادم، ثم المباراة النهائية والختام على استاد القاهرة الدولي زي النهاردة الجمعة القادم بإذن الله، وإن شاء الله بإذن الله نتمنى أن يكون النهائي عربي بين تونس والجزائر على الأراضي المصرية في ختام كان مصر 2019. عنوان هذه البطولة وعنوان هذه الحلقة كرة القدم فرحتها مجانية، كرة القدم فرحتها مجانية لكل الشعوب الإفريقية. لو تابعنا خلال الساعات الأخيرة فرحة الشعب الجزائري وفرحة الشعب التونسي بتأهل كلا منتخباتهم إلى المباراة الدور نصف النهائي، بتشعر أن كرة القدم مهما كانت استعدادات المنتخبات أو الصرف على المنتخبات أو أيا كانت الصعوبات اللي بتواجه المنتخبات، لكن في النهاية الفرحة نفسها بتبقى مجانية للشعوب، لأن كل واحد ممكن بيسافر في أي مكان، يصرف في أي مكان، بيحاول قدر إن كان يصنع السعادة لنفسه، لكن لعبة كرة القدم وهي لعبة شعبية كبيرة جدا بتصنع السعادة للشعوب، والشعوب العربية لما بتفرح بمنتخباتها بتبقى السعادة هنا مجانية، مش محتاج تكلف أي تكلفة، فبالتالي هنا الفرحة بتبقى كبيرة. وكلنا ضربنا المثل بفرحة المنتخب الجزائري وفرحة الجمهور الجزائري والشعب الجزائري بتأهل منتخب بلادهم إلى مباراة الدور نصف النهائي بعد تخطي الفريق الإيفواري، مباراة كانت صعبة جدا وقوية جدا، لكن استطاع الجزائر وأبناء جمال بالماضي تخطي هذه المباراة بركلات الجزاء الترجيحية 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1. ننتظر مباريات قوية في الدور نصف النهائي، ننتظر إن شاء الله نهائي عربي، وحتى جمهورنا يشاركنا النهاردة في هذه الحلقة، هل تتوقع أن يكون نهائي كان مصر 2019 عربي بين الجزائر وتونس، ويستطيع أو تستطيع الجزائر وتونس إقصاء السنغال ونيجيريا؟ ثلاثة منتخبات من الأربعة حصلت على كأس الأمم من قبل، مرة لتونس عام 2004، مرة للجزائر عام 1990، وثلاث مرات للكرة النيجيرية، لكن لم يسبق للمنتخب السنغالي الفوز بأي بطولة إفريقية من قبل على مستوى بطولات كأس الأمم منذ نشأتها حتى هذه اللحظة. عموما دي كانت بداية متعلقة بهذه الحلقة وتفاصيل هذه الحلقة اللي بالتأكيد معنا فيها أخبار عديدة، هنبدأ بالحديث عن مباريات أو الاستعداد الأهلي إن شاء الله في معسكر أسبانيا في مدينة أليكانتي، معنا أخبار مهمة جدا، تصريحات لعدد من نجوم الفريق وأفراد الجهاز الفني بخصوص المرحلة القادمة، خلاص المعسكر خلال 72 ساعة ينتهي، في مباراة ودية ثالثة إن شاء الله هياخدها الأهلي يوم الاثنين القادم، ثم إن شاء الله يعود في اليوم التالي استعدادا بقى للمرحلة الأخيرة قبل مباراتي المقاولين العرب والزمالك. كمان عندنا أخبار من كان 2019 في البطولة الإفريقية، في أخبار متعلقة بالمنتخبات التي تأهلت، في أخبار متعلقة أيضا بتنظيم مصر لهذه البطولة وأرقام وإحصائيات، ثم بعد فقرة الأخبار هيكون معنا دكتور أحمد ثابت محلل الأداء وتحليل الرقمي، ليس على البطولة الإفريقية فقط، لا كمان عندنا تحليل رقمي وإحصائي على أمور متعلقة بالفريق بلاعبي النادي الأهلي في المباريات الودية التي خاضها النادي الأهلي، الجاهزية خلال الفترة القادمة، الأرقام طلعت لنا إيه الإحصائيات اللي جاية الفترة الجاية بالنسبة للفريق،
ايه اللي هنشوفه في النادي الاهلي مختلف ان شاء الله في الموسم القادم تحت قياده المدير الفني مارتن لاسارتي. ثم الفقره الحواريه الاخيره وبيشرفني فيها ثلاثه من نجوم التدريب ونجوم كره القدم المصريه ونجوم كره القدم في النادي الاهلي، كابتن عادل طعيمه والكابتن فتحي مبروك والكابتن شريف عبد المنعم، اطلاله فنيه اكتر بقى على مستويات البطوله الافريقيه، وهنتكلم ايضا عن معسكر النادي الاهلي في اسبانيا ومباريات الدور نصف النهائي ان شاء الله اللي هتلعب يوم الاحد ان شاء الله في البطوله الامم الافريقيه اللي بتستضيفها مصر ان شاء الله حتى يوم الجمعه القادم. ابدا سريعا باخبار النادي الاهلي. النهارده معانا تصريحات مهمه لعدد من افراد الجهاز الفني وعدد من اللاعبين، لكن ابدا بتصريح الكابتن محمد يوسف المدرب العام لفريق النادي الاهلي، اتكلم على قيمه واهميه الوديات اللي بياخدها النادي الاهلي في هذه الفتره في اسبانيا استعدادا لمباراتي المولين العرب والزمالك، والاستعداد المتواصل ان شاء الله لبدايه الموسم القادم اللي هينطلق ان شاء الله سواء على المستوى الافريقي او المحلي في منتصف شهر سبتمبر. كابتن محمد يوسف قال المباريات الوديه التي ياخدها الفريق في معسكر الاعداد المقام حاليا في اسبانيا بتحقق الهدف المطلوب منها بشكل كبير، وان مباراه نيو بارت كاونتي الانجليزي التي اقيمت بالامس كانت مفيده وايجابيه للغايه. مهم جدا في المباريات الوديه ما تركزش قوي على فكره المباراه انتهت كام او الاهلي كسب او تعادل او خسر. المباراه الاولى الاهلي فاز بتسعه اهداف مقابل لا شيء، المباراه الثانيه تعادل ايجابي 1-1، لكن القيمه او الفكره انك ممكن تطلع ازاي مستفيد قدر الامكان من هذه المباريات الوديه. ده اللي بياكد عليه كابتن محمد يوسف في تصريحاته، اللي قال كمان ان المباراه كانت فرصه كويسه جدا لتجربه عدد كبير جدا من اللاعبين وتجهيز اكتر من لاعب خلال المرحله القادمه. الرباعي الدولي محمد الشناوي وليد سليمان اجمن اشرف ومروان محسن ان شاء الله يلتحقوا بمعسكر الفريق باذن الله قدر الامكان حسب تصريح الكابتن محمد يوسف غدا ان شاء الله في المساء لمعسكر فريق النادي الاهلي في اسبانيا في المرحله الاخيره وال72 ساعه الاخيره قبل العوده الى القاهره. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره اتكلم عن معسكر اسبانيا، قال ان هو ناجح على كافه المستويات، وقال ان المعسكر حتى هذه اللحظه بيحقق الاهداف المرجو منها في ظل المكاسب العديده التي تحققت على كافه الاصعده. قال ان الفريق استفاد بشكل كبير جدا من الاجواء التي يعيشها الجميع في مدينه اليكانتي سواء على الصعيد البدني او حتى على الصعيد الفني، وارتفاع معدلات اللياقه البدنيه بالدرجه المطلوبه قبل العوده لاستكمال المرحله الثالثه من فتره الاعداد. قال الكابتن سيد ان المباراه الوديه امام نيو بورت كاونتي كانت تجربه مميزه للغايه بعد ان منح الجهاز الفني الفرصه لمشاركه عدد كبير جدا من اللاعبين مع راحه عدد اخر اللي لعب المباراه الاولى وانتهت المباراه ساعتها 9-0. فضل الجهاز ان هو يريح اللعيبه اللي لعبت المباراه الاولى ويلعب المباراه الثانيه بتشكيله اخرى او بمجموعه اخرى عشان يجرب كل اللعيبه ويجهزهم للمرحله القادمه. وده كمان ظهر اكتر بنسبه كبيره في مساله التشكيل، يعني شفنا كلنا باسم علي لاعب في مركز الظهير الايسر وتجربه جديده لباسم في هذا المركز مع اضافه كل العناصر اللي لعبت هذه المباراه وظهروا بشكل جيد. حسام عاشور كان ليه تصريح مهم جدا بيتكلم عن المرحله القادمه. وكلام عاشور في معاني مميزه او في تفاصيل صغيره مهمه جدا قالها حسام عاشور في هذا التصريح. قال الفوز ببطوله الدوري بمثابه حياه او موت بالنسبه للفريق في ظل التحديات اللي شهدها الاهلي على مدار الموسم في هذه المسابقه. وقال ان كل اللاعبين عندهم ادراك كبير جدا وادراك تام باهميه هذه المسابقه السنه دي وعلى المستوى الشخصي لكل اللعيبه. قال الاستعداد لمباراه المقاولين والزمالك بدا قبل السفر لمعسكر اسبانيا من خلال تدريبات استمرت لمده حوالي 10 ايام في ملعب مختار التتش بالجزيره. قال ان الفريق بيسير بشكل جيد في هذه الفتره من خلال معسكر اعداد قوي والجميع عنده درايه تامه باهميه المرحله القادمه قبل خوض مباراتي المقاولين العرب والزمالك. عاشور قال ان هو على الصعيد الشخصي بيمتلك في رصيده 11 لقب لبطوله الدوري، واذا حقق النادي الاهلي بطوله الدوري هذا العام باذن الله هو الاقرب ان شاء الله بنسبه كبيره، حسام عاشور هيكون في رصيده 12 بطوله دوري. حسام عاشور بعد الفوز ببطوله الدوري على المستوى الشخصي بالنسبه له هيكون حقق 12 لقب دوري مع النادي الاهلي طيله مشواره منذ ان تم تصعيده في موسم 2004-2005. طيب هكمل اخبار وهكمل التصريحات المتعلقه بالنادي الاهلي في مدينه اليكانتي باسبانيا، واطير بسرعه الى زميلي العزيز كريم احمد يقول لنا بقى ايه اخبار الفريق، اخبار البعثه الجديد النهارده بعد المباراه الوديه بالامس، التجهيزات خلال الفتره القادمه، رؤيه الجهاز الفني كمان للمباراه الثالثه. مساء الخير يا كريم واهلا وسهلا بيك. برحب بيك يا زميلي محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهديك. اولا طمني المعسكر اخباره ايه
كنت بتكلم من شويه عن تصريحات الجهاز الفني، وهم شايفين المعسكر حتى هذه اللحظه بيأدي الغرض المطلوب منه، مباريات وديه على اعلى مستوى الجهاز الفني محقق فيها التارجت اللي هو عايز يوصل له قبل ما يرجع للقاهره. فايه الجديد عندك النهارده بعد مباراه وديه بالامس؟ الجديد النهارده تدريبات الجهاز الفني، كمان رؤيته ايه للمباراه الثالثه ان شاء الله يوم الاثنين؟ بالتاكيد يا محمد، يعني بتفق مع كلامك وكلام الجهاز الفني. معسكر اكثر من ناجح ومتميز في كل الامكانيات لمساعده اللاعبين والجهاز الفني ان هو في استفاده بشكل كبير يا محمد. المباريات زي ما بنتابعها على شاشه قناه النادي الاهلي، والتدرج في المستوى اللي احنا اتكلمنا عليه، ودي كانت رؤيه الجهاز الفني. المباراه امس مباراه نيوبورت كاونتي كانت مباراه قويه وكان فيها التحامات قويه، انتهت طبعا بالتعادل 1-1، لكن نقدر نقول ان فيها استفادات كثيره جدا، وده اللي يمكن اكد عليه مستر مارتن سبيسيان كمان كابتن سيد عبد الحفيظ، قال في اهداف وفي نقاط بنحاول ان احنا نركز عليها في التدريبات ونطبقها كمان في المباريات الوديه. والتاكيد كمان يا محمد على النتائج، الجهاز الفني لن ينظر الى النتائج مهما كانت، على قد ما هو بينظر الى اللاعبين. في بعض اللعيبه بتتوظف في اماكن غير اماكنها، بيشوف الجهاز الفني هل لو كان في فرصه ان اي لعيب حصلت اي اصابه، لان وارد جدا الفتره القادمه يكون في اي امور. لكن بشكل عام يا محمد، الجو العام هنا اللعيبه، التركيز الكبير، اهميه مباراه المقاولون العرب ونادي الزمالك ليها اهميه كبيره جدا جدا عند لعيب النادي الاهلي، وعارفين ان الدوري ده مختلف بشكل كبير جدا عن كل الدوريات اللي حققها النادي الاهلي على مدار التاريخ. النهارده بعد التدريبات القويه والصباحي والمسائي والرفع الحمل البدني، قرار كان جيد ايضا كمان من الجهاز الفني النهارده يكون في يوم فري بالكامل يا محمد لكل اللاعبين، لمحاوله طبعا انتقاد بعض الانفاس اللعيبه، يمكن من الفندق للملعب للفندق للمطعم. طبعا ده روتيني معتاد لكل معسكرات النادي الاهلي، فلابد يكون في مع التدريبات الترفيهيه اللي بنشوفها يكون في ايضا كمان يوم فري النهارده دي اوف كان لكل لعيبه النادي الاهلي، لكن في فتره برضه محدده يا محمد. يعني الموضوع ما كانش يعني لازم يكون في تحديد وفي ميعاد معين، لعبتنا كانت متواجده هنا في فندق الاقامه الساعه 8 مساء او 8 ونص بعد ان توجهوا، اللي راح فالنسيا واللي حاول انه يروح مدريد يعني صباحا في تمام الساعه 10 صباحا، فكانت فتره قصيره شويه للاعبين، لكن اللعيبه يمكن لفت طبعا وحاولت ان هي تاخد جوله في مدينه مدريد او مدينه فالنسيا، وعادوا كمان. وباكد لك ان كل اللعيبه محمد بشكل كبير عندها معنويات مرتفعه، مركزه بشكل كبير جدا وتعلم اهميه هذا المعسكر. النقطه اللي انت اتكلمت عليها وهي نقطه المباراه الثالثه، مباراه يوكا روسيا الاسباني، ودي مباراه ايضا كمان هتكون جيده للنادي الاهلي. مباراه هتكون على نفس الملعب، ملعب بيناتار ارينا اللي متواجد قريب جدا من فندق الاقامه، يمكن نقدر نقول 20 دقيقه. مباراه جيده وبيتم التحضير ليها، بيتم التحضير ليها للغد، يعني الغد هيكون تدريب صباحي ومسائي. صباحا التدريب هيكون الساعه 10 صباحا، والتدريب المسائي يكون 6:30 مساء. 6:30 دي هيكون وصل بسلامه الله الرباعي كمان للمنتخب محمد، بعد ما تاكدنا ان هم هيصلوا الى اسبانيا للانضمام الى معسكر فريق النادي الاهلي غدا في تمام الساعه 7 بتوقيت اسبانيا، وبالتاكيد نفس التوقيت بتوقيت القاهره ان شاء الله باذن الله. يعني يكونوا في تدريب بعد بكره ويشاركوا في المباراه الاخيره، وده من الواضح كمان يعني اكيد الجهاز الفني بيطلب لعيبه المنتخب ان يكون متواجد، لان اكيد عايز يشوفهم في المباراه الاخيره ويشاركهم كمان في معسكر فريق النادي الاهلي. ان شاء الله يا محمد نعود جميعا، كل اللعيبه تكون في التوب فورم في اعلى مستوى، الجهاز الفني يكون قادر ان شاء الله، وتيجوا بالسلامه ان شاء الله يا كريم. محمد ان شاء الله باذن الله يا محمد. طيب سؤال كمان يا كريم، بنتكلم على لما اللعيبه بتاخد جوله حره عشان يخرجوا شويه بره اجواء المعسكر وما يبقاش في ضغط عصبي نتيجه معسكر وحوالي 15 يوم بره القاهره وبعيد عن الاسر والعائلات، فبتبقى القصه محتاجه شويه هدوء عشان اللعيبه تستعيد نشاطها من تاني لتدريبات ومحاضرات في اليوم التالي. ايه اللي بتلمسوه على المستوى الشخصي لما بتبقى خارج مع اللعيبه في الجوله الحره؟ هل اللعيبه بتقعد تتكلم في الكوره برضو، ولا بتبقى بالفعل جوله مناسبه اللعيبه عشان تخرج بره اطار الكوره شويه وتستعد لليوم التالي والتدريبات والمحاضرات والاستعداد الذهني والنفسي والبدني كمان للمباريات الوديه والتدريبات؟ انت عارف محمد كويس قوي ان لعيبه النادي الاهلي بالتحديد يعني مهما خرجوا مهما خدوا جولات ومهما كان في وقت فراغ بعيدا عن كره القدم، الكلام برضو بيكون في الكوره وبرضو بيكون في المباريات وفي اهميه الموسم ده وفي الاستثناء اللي هم بيشوفوه، بيتكلموا في مباريات المنتخب بمباريات تونس، الحديث كله في الكوره. لكن بقول لك برضو رغم ان في فترات من الراحه وفترات من اللعيبه ان هي بتحاول ان هي تخرج من المود، لكن هو ده طبع لعيبه النادي الاهلي، مهما كان في تركيز كبير وفي تاكيد على اهميه هذه المرحله، بتبقى فتره قليله جدا اللعيبه بتحاول ان هي تشم نفسها محمد كده شويه، لكن كل الوقت الباقي كله في التركيز، هنعمل ايه بكره، المباراه اللي جايه، التدريبات، نحاول ان احنا نرفع نركز بشكل كبير جدا في التدريبات، نوصل للي احنا عايزينه، الكلام كله والله محمد في هذا الاطار. عشان كده كل مره بناكد ان احنا عندنا ثقه كبيره جدا في لعبتنا وفي الجهاز الفني. قد المسؤوليه. البطوله 41 ان شاء الله يا محمد تكون في مقر النادي الاهلي باذن الله. اخر حاجه كريم، علي معلول متابعته للمنتخب التونسي الاجواء معايا عامله ازاي؟
علي معلول يمكن امبارح انا كنت بتابع معايا يعني، كنت انا وهو واحمد كابتن احمد فتحي طبعا بنتابع المباراه تونس اهتمام كالعاده طبعا، يعني احنا اكيد طبعا كلنا حزن ان علي معلول مش متواجد في منتخبنا الوطني، وكان هيفرق معاهم بشكل كبير جدا، لكن حبه لبلده طبعا كالعاده واحد من النجوم وانتمائه الكبير علي بيتابع المباريات وبيتابع، بس بيتابع بشكل منفصل يا محمد، يعني ممكن ما يبقاش قاعد مع الفرقه بشكل كبير، لكن ممكن تلاقيه بيتابع بشكل منفصل كده الاشواط، تلاقيه ماسك الموبايل وبيتفرج على التلفزيون في نفس الوقت، اهتمام كبير ان شاء الله. بنتمنى طبعا اكيد من خلال كل التوفيق لمنتخب تونس ومنتخب الجزائر ان شاء الله باذن الله كل مباراتين النهائي منتخب تونس ومنتخب الجزائر. يا محمد بكره تدريب فتره ولا فترتين يا كريم؟ صباحي ومسائي، صباح ومساء الساعه 10 صباحا وبالليل ان شاء الله 6:30، وهو هيكون نفس توقيت المباراه اللي هيكون ان شاء الله باذن الله اليوم عقب اليوم التالي باذن الله مباراه الاهلي ويوكم بريسيا الاسباني. كريم انا بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق ليك يا رب ولكل الزملاء في المعسكر، وان شاء الله تعودوا سالمين ان شاء الله الى القاهره بعد اداء المباراه الوديه الثالثه، ويكون استعداد جيد للكل ان شاء الله بالنسبه للمرحله القادمه. شكرا جزيلا زميلي العزيز كريم احمد. الجهاز الفني يعني بعد ما ادى يوم راحه للفريق ويوم فريق، تاني يوم بتبقى عمل شقة تدريب صباحي ومسائي عشان تقدر تستعد بسرعة للمرحلة القادمة وتبقى في حالة جاهزية بدنية للمرحلة القادمة، وبتبقى حتى اللعيبة عارفة طالما في يوم أجازة تاني يوم بتستعد خلاص بقى تدريبات شقة جدا وبدنية عشان تقدر ترجع بسرعة للمرحلة القادمة. سريعا عشان وقتنا، رامي ربيعة اتكلم على معسكر اسبانيا قال ان هو جاء في الوقت المناسب، ورامي على المستوى الشخصي عنده استعداد للموسم القادم عشان يقدر يعود للمباريات الرسميه خلال الفتره القادمه، وان شاء الله لما يكون رامي جاهز مع وجود محمد نجيب مع استعاده سعد سمير ووجود ياسر ابراهيم ايمن اشرف، ان شاء الله كل القوى الدفاعيه تكون موجوده مع النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. اروح بقى الاخبار الكام بطوله افريقيا للامم، النهارده كانت في زياره مهمه جدا 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 لرئيس مدغشقر، النهارده كان بيزور استاد القاهره الدولي، وكان بالتاكيد في زيارته للاستاد كان مع الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. النهارده هذه الزياره كانت مهمه لان هو كان حابب ان هو يزور الاستاد، وقدامنا صور اهي على الهواء مباشره لزيارته للاستاد، شاف صاله استقبال كبار الزوار، المحصوره الرئيسيه، تفقد كمان ارضيه ملعب الاستاد، المركز الصحفي، قاعه المؤتمرات الصحفيه، استديوهات التعليق وغرف تغيير خلع الملابس. رئيس مدغشقر أندريا راجولانيا ابدى اعجابه باستاد القاهره مؤكدا انه يستحق استضافه اكبر الاحداث العالميه لما يتمتع به من مقومات مميزه. رئيس جمهوريه مدغشقر اكد في ختام الجوله تقديره لما قدمته مصر لافريقيا من تنظيم مشرف على اعلى مستوى للبطوله. وقال الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه ان الدوله بقياده فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه قدمت كل الدعم لنجاح البطوله، والتي مثلت تحدي كبير حيث نجحت مصر في تجهيز متطلبات البطوله من بنيه تحتيه وغيرها في شهور قليله جدا. زياره مهمه والكل سعيد باستضافه مصر لهذه البطوله، وبعد اسبوع ان شاء الله مصر هتودع بطولة إفريقيا، والاتحاد الإفريقي هيستعد لبطولة أخرى بعد سنتين لكن بالتحديات مختلفة، لأن المرحلة اللي وصلت لها الكان في 2019 في مصر تفرم، أي مرحلة بعد كده هتبقى عندها صعوبات إن هي تحاول تعلى عن المستوى اللي نظمته مصر في كان 2019. الحاج ضيوف النجم السنغالي اتكلم على توقعات لمباريات دور النصف النهائي، وقال الجزائر والسنغال الأقرب لبلوغ النهائي، واتكلم عن منتخب مصر قال إن المنتخب بيحتاج لدماء جديدة خلال الفترة القادمة. وجهة نظر الحاج ضيوف ان الاربع منتخبات اللي وصلوا سيمي فاينل، هو شايف ان السنغال والجزائر بمباراتهما اللي اقيمت في دور المجموعات هم الابرز والاكثر ترشحا الى الوصول الى الدور نصف النهائي. واتكلم على منتخب مصر قال ان مشكله المنتخب تكمن في وجود المدرب الاجنبي، منوها ان منتخب مصر تحديدا ليه شخصيه مختلفه، لما بيستعين بمدرب محلي بيقدر يحقق نتائج، وقال اسامي مدربين سابقين نجحوا في تحقيق بطولات مع منتخبنا الوطني. واتكلم ان تجربه المدرب الوطني نجحت مع السنغال من خلال وجود اليو سي سي اللي بقاله دلوقتي حوالي 4 سنين أو 5 سنين مع منتخب السنغال، وجمال بالماضي مع كوتيفوار مع الجزائر، وابراهيم كامارا مع المنتخب الايفواري. خبر اخر متعلق بالكره النيجيريه، في وعود من رجال الاعمال في نيجيريا بمكافآت ضخمه للاعبي منتخب النصور. يمكن هناك طبعا زي ما عارفين في مكافآت سخيه جدا للاعبي منتخب نيجيريا تبلغ 75,000 دولار لكل لاعب إذا بلغ الدور النهائي واستطاع الفوز بالبطولة. بالتأكيد مكافآت بقى بتنهال على المنتخبات في المراحل النهائية، لكن إن شاء الله نتمنى النهائي يكون عربي. طيب أنا معايا تليفون مهم جدا بالتأكيد، وإحنا كل الدعم للمنتخبات العربية نتمنى يا رب النهائي يكون عربي، تونس والجزائر. أنا معايا على الهاتف الكابتن أنيس العياري نجم منتخب تونس. كابتن أنيس مساء الخير على حضرتك، وبرحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي.
مرحبا بك كابتن، مرحبا بالساده المستمعين، معطى الساده المشاهدين نتاع قناه الاهلي، وان شاء الله كما نقولوا احنا نعطيو اضافه في التدخل بتاعنا. مبروك علينا وعلى التوانسه الكل، وهارد لاك للمنتخب المصري بعد نوعا ما الاخفاق اللي كان في المسابقه وكان صارت في مصر. تمنينا انه المنتخبات العربيه كل تكون موجوده في الادوار الاخيره، لكن هذا كما نقولوا احنا كره القدم واحكامها. يعيش يا كابتن انيس. الو الو، معك حبيبي، معك. عايز اسالك على مباراه السنغال وتونس. اولا هي مباراه بتتكرر بعد حوالي 15 سنه. سبق لتونس عندما واجهت السنغال في امم افريقيا 2004 استطاعت ان هي تفوز باللقب في الختام. توقعاتك، رؤيتك لهذه المباراه ووصول تونس للدور نصف النهائي بكره قدم مختلفه عن اللي ظهرت بيها في الدور الاول. صح كلامك، صح، لكن اليوم تختلف كره القدم، لكن ثم حاجات ابجديات في كره القدم ما تتغيرش، اللي هي اللحمه، اللي هي القوه، المجموعه والروح اللي موجوده في المجموعه. عام 2004 وقت اللي كان المنتخب السنغالي بكامل نجومه، وقت اللي كان بوبا ديوب، كان حاج ديوف، يعني كان نجوم كبيره برشا في المنتخب السنغالي، لكن خليلو فديجا. النتيجه كانت في صالحنا، لان واحنا كنا متحدين، كانت المجموعه الكل تشتغل، كنا نجري وراء الكره. اليوم نفس الشيء، لكن اليوم المنتخب التونسي زاد باش يعاود يكرر مره 2004 عليه، لانه المنتخب اليوم نفس الاحساس، يعني الروح نتاع المجموعه موجوده، مجموعه ما فيهاش عديد النجوم، لكن فنيا فريق محترم، لكن يعمل على روح المجموعه وعلى انه اللعيبه الكل، يعني كما نقولوا احنا شغل واحد اللي هي الراي التونسيه. ونتصور انه بتصير مفاجاه انه المنتخب التونسي باش يقدم اداء غزير واداء كبير جدا، وليست مفاجاه انه ينتصر على المنتخب السنغالي. بالنسبه لي شخصيا ليست مفاجاه، لانه المنتخب التونسي قادر، اللي شفناه في مباراه غانا والاداء والروح اللي ريناه في المباراه نتاع غانا، قادرين هذ اللاعبين هذوما انهم يعني كما نقولوا احنا يعملوا نفس المباراه وباكثر كما نقولوا احنا باكثر اندفاع، باكثر تركيز، قادرين نخرجوا المنتخب السنغالي وقادرين نمشيوا بعيد. لما لا ما يكونش دور نهائي بين المنتخب التونسي والمنتخب الجزائري، وهذه فرحه العرب الكل. طيب كابتن انيس، ليه المنتخب التونسي الكره اختلفت؟ يعني الان جريس ظهر بشكل مختلف بدايه من دور ال 16 دور ال 8 عن الكره اللي قدمها في دوري المجموعات. وجهه نظرك ايه الاختلاف؟ ايه اللي حصل؟ بالنسبه لي انا كابتن جريس، يعني جاي في وقت صعب جدا، يعني وقت ضيق، اسابيع معدوده قبل الكان، ما يعرفش منيح المجموعه، اللاعبين زاد كيف مازالوا ما تاقلموش معاهم مع الخطط التكتيكيه نتاعو. عادي جدا انه يصير انفلات، عادي جدا انك ماكش بشترى المنتخب التونسي منذ بدايه الدوره بالاداء نتاعو، مع نقولوا الحاله البدنيه ممكن في بدايه الدوره، مع عدم التركيز، مع الياته الهجوميه اللي ما كانتش في المستوى كما نقولوا احنا الكبير. اكيد ان المنتخب التونسي تعدى كما نقولوا احنا تعدى بصعوبه كبيره في الدور الاول، لكن قعد المدرب راجع حساباته، المدرب كان ضغط عليه من الجماهير، وخاصه الجلسه اللي صارت، يعني وخاصه الجلسه اللي صارت مع رئيس الجامعه، ولهنا صار تدخل من المساعد الاول اللي هو مير كانزاري، اللي حقا للامانه كان وراء في كل قراراته، اصبح تدخل يعني عاجب من المساعدين التونسي بالضبط، ولا المنتخب احسن على جميع المستويات. كل التوفيق للمنتخب التونسي كابتن انيس، وان شاء الله باذن الله تونس تذهب بعيدا وتصل للنهائي ان شاء الله مع المنتخب الجزائري. كل التوفيق ليك يا كابتن انيس. مكالمه كانت مهمه جدا بالتاكيد من تونس عشان نطمئن، وشايفين الرؤيه الفنيه ازاي من خلال خبراء الكره في تونس لتاهل المنتخب التونسي للدور نصف النهائي، وليه الكره اختلفت للمنتخب التونسي والاداء اختلف مع آلين جريس سواء في دوري المجموعات او في مباريات النوك اوت بقى في المراحل النهائيه والوصول الى مرحله الدور نصف النهائي. حصلت تعديلات في الجهاز الفني، المساعدين التوانسه داخل الجهاز سواء حمدي القصراوي حارس المرمى سواء ماهر الكنزاري المدرب المساعد بقى لهم دور فني كبير جدا مع آلين جريس، عكس ما كان ده موجود في دوري المجموعات. ولا اخفى عليكم سرا ان حارس المرمى اللي تم استبداله وتغييره في مباراه غانا ده كان قرار من مدرب الحراس حمدي القصراوي، لما استبدل معز حسن ونزول فاروق بن مصطفى ده كان قرار مدرب الحراس، وهو اللي خد الريسك وقال لآلين جريس انا مسؤول عن قراري، لازم نلعب بفاروق بن مصطفى في ركلات الجزاء، وبالفعل نفذ قراره. وهنا المساعدين التوانسه بقى لهم دور مع الجهاز الفني في مباراه غانا، ومن ثم استطاع تونس التاهل الى مرحله الدور نصف النهائي.
على المستوى بقى الاداري في تخصيص ثلاث طائرات خلال الفتره القادمه من خلال الحكومه التونسيه للمشجعين التوانسه لحضور مباراه الدور نصف النهائي، وده بنتابعه خلال الساعات الاخيره سواء بالنسبه للمنتخب الجزائري او بالنسبه للمنتخب التونسي، موجودين في بلدكم الثاني يا رب مصر، وان شاء الله اقامه سعيده وتذهبوا بعيدا ان شاء الله الى المباراه النهائيه. نعيم السليتي مهاجم المنتخب التونسي صرح وقال ان الجماهير المصريه بتدعمنا بقوه، وقال ان هو متفائل بقدره منتخب بلاده على استكمال مشوار البطوله بعد ان خاض معسكر قصير في مدينه الاسماعيليه. كل لاعبي المنتخب التونسي بيشيدوا بشكل كبير بدعم الجماهير المصريه سواء عندما كانوا بيلعبوا في السويس او في الاسماعيليه او حتى لما انتقلوا الى استاد السلام واللعب في القاهره امام مدغشقر، ودعم الجمهور المصري ليهم كان ليه دور كبير جدا في ذهاب نسور قرطاج الى مرحله الدور نصف النهائي. طبعا في يعني اصابات خلال اللحظات الاخيره او في عروض كمان احترافيه لعدد من اللاعبين في التوقيت ده، اي منتخب هو مقبل على مرحله دور نصف نهائي ونهائي بيبقى عنده حاجتين بتعمل قلق للجهاز الفني، لو في اصابات او لو في غيابات او لو في عروض احتراف. صحيفه الصريح التونسيه اتكلمت النهارده ان وجدي كشريده وغيلان الشعلاني وطه ياسين الخنيسي ليهم عروض من انديه اسبانيه وايطاليه وانجليزيه في مباراه نسور قرطاج لما كانوا بيلعبوا مع منتخب مدغشقر، في وكلاء كانوا موجودين عشان يتابعوا هؤلاء اللاعبين في الفتره الاخيره، وبالتاكيد العروض هتبقى كبيره خلال الفتره القادمه. لكن مباراه بقى الجزائر ونيجيريا انا عايز اقول ان هي مباراه هتبقى اقوى، وانا بعتبرها ده نهائي مبكر بالنسبه للبطوله الافريقيه، لان مباراه الجزائر ونيجيريا اخشى ان هي نفس تكون بالمستوى الفني والماراثون الطويل اللي اقيمت في مباراه دور نصف النهائي اللي اقيمت سنه 1988 وكانت مباراه كبيره جدا وماراثونيه سواء في الوقت الاصلي والاضافي او حتى في ركلات الجزاء الترجيحيه. لكن معايا على الهاتف كابتن بلال الدزيري نجم منتخب الجزائر الاسبق، اكلمه على مباراه الجزائر وكوتيفوار. وكابتن بلال طبعا لعب اكثر من 100 مباراه دوليه وليه باع طويل في الكره الجزائريه والمنتخب الجزائري في فترات سابقه. كابتن بلال مساء الخير على حضرتك. مساء الخير. مساء الخير الجمهور المصري وبصفه خاصه الجمهور الاهلاوي. اولا مباراه الجزائر ونيجيريا مباراه هتبقى قويه ومباراه صعبه، وسبق قبل كده الجزائر واجهت نيجيريا في الدور نصف النهائي عام 88 وكانت مباراه ماراثونيه، وصلوا بعد التعادل الى ركلات الجزاء الترجيحيه وكان فيها اكثر من حوالي 10 11 ركله جزاء. هل تتوقع بنفس الاداء تظهر مباراه 2019 ولا المتطلبات اختلفت؟ لا المتطلبات اختلفت، يعني ما فيش نفس الشكل ونفس نفس الميدان ونفس اللاعبين، يعني المقابله بكره يعني مع فريق نيجيريا مختلفه جدا عن المقابله 88. اليوم الفريق يعني في تحسن وفريق نيجيريا في تحسن، يعني الكره بصفه عامه في تحسن وفي تطور. راح يعني احنا نقول باللي الفريق الوطني الجزائري يعني راح يؤدي مقابله يعني ضد فريق النيجيري، وفريق النيجيري ما يستاهلش يعني الفريق اللي يلحق النصف النهائي يعني بجداره، وكان اختار مقابله واحده يعني ضد الفريق المرقاشي. ضد الفريق المرقاشي، الفريق المرقاشي اللي كان يعني مفاجاه في الدوره، يعني اول مره يمشي للدوره وادى مشوار لا باس به. اليوم المقابله يعني راح نشوفوا مقابلة يعني نهائي قبل الأوان بين نيجيريا والجزائر. إن شاء الله يعني الفريق الجزائري راح يكون في الموعد وراح يعني يحافظ على اللياقة البدنية، يعني بعد 120 دقيقة بعد المقابلة يمشيها يعني لعب الفريق يعني يمشي على ساعة سادسة مساء، يعني كان في حرارة ورطوبة وزاد يمشي حتى 120 دقيقة. إن شاء الله راح يسترجع كل إمكانياته ويسترجع ثقته باش يكون في الموعد ان شاء الله. طيب في جزئيه مهمه وهي متعلقه بغياب يوسف عطال الباك رايت الظهير الايمن للمنتخب الجزائري، وللاسف الاصابه اكدت ان هو مش هيقدر يستكمل باقي مباريات البطوله. مدى تاثير غياب يوسف عطال على التشكيله او الرؤيه الفنيه لجمال بالماضي في هذه المباراه في ظل ان المنتخب النيجيري بيمتلك لعيبه على المستوى الهجومي على اعلى مستوى سواء ايجالو او احمد موسى او صامويل جاكوزي؟ لا يعني راح عطاله راح يكون غايب عن المقابله، يعني 91% راح يكون غايب. اليوم يعني جمال بالماضي ورى للجمهور يعني الجزائري ولا الجمهور يعني الافريقي ولا الجمهور بافريقيا يعني عنده زوج فرق يعني
المقابله الثالثه ضد الفريق الطونفاني وين كان يعني بدل 10 9 لاعبين، خلى الحارس المرمى وخلى لاعب واحد، يعني كانت عندنا يعني زوج فرق. اليوم يعني دخل يعني المقابله يعني بعد اصابه عطار دخل مدافع الدفان اللي ادى ما عليه، يعني اللي ادى ما عليه وكان في المستوى. ان شاء الله يعني راح يوجد التشكيله المناسبه. يعني عندنا ما نظنش يعني فغولي اللي كان خرج يعني مصاب نوعا ما، هتتحدد مشاركته بكره ان شاء الله. يعني ان شاء الله راح يكون في الموعد وراح يسترجع كل الطاقه تاعو امكانيات. هجوم منتخب نيجيريا، كيف سيتعامل معه المنتخب الجزائري؟ احمد موسى، ايجالو، صامويل ساكوزي، أليكس يوبي، سامون. يعني فريق النيجيري يعني والفريق يعني بإثري. احنا ما نقولش يعني الهجوم يعني فرقه يعني كتله متكامله يعني من الدفاع وسط هجوم والمهاجمين، يعني كل مقابلات سجلوا فيهم الا مقابله ضد الفريق الملقاشي يعني فريق مدغشقر، يعني وين ما تديش انهزم 2-0 وكان يعني المدرب بدل تشكيله يعني نوعا ما 70% من التشكيله بدلها. كل مقابلات يعني سجلوا يعني وما يعني ضد الفريق الكاميروني اللي كان منهزم يعني في الشوط الاول 2-1 عاود ولا في النتيجه وسجل يعني زوج اهداف، فاز 3-2 وكان ينجم يسجل الهدف الرابع والخامس. يعني المدرب الوطني جمال بن ماضي راه متفطن لهذا الشيء، يعني هو ادرى بذلك، يعني هو موجود مع المجموعه، يعني شاهد المقابلات تاع نيجيريا وشاهد يعني راح يدير الخطه المناسبه باش يعني ينجم يعني باش يكونتر يعني يحاصر الهجوم تاع نيجيريا. كابتن بلال الدزيري نجم المنتخب الجزائري الاسبق، كل التوفيق ليك يا رب وكل التوفيق للكره الجزائريه في الذهاب بعيدا، وتصل ان شاء الله لما لا الى المباراه النهائيه ومواجهه نسور قرطاج، نهائي عربي ان شاء الله على الاراضي المصريه في كان مصر 2019، ونقرر نفس النهائي. يمكن اخر نهائي عربي كان عام 2004 بين تونس والمغرب واستطاعت تونس الفوز بالبطوله، المره دي تونس عامل مشترك وان شاء الله يكون مع الجزائر في نهائي عام 2019. سريعا، يمكن الان جريز ابتدى بقى يرد على المنتقدين بعد ما تاهل بقى لمرحله دور نصف النهائي، يمكن حسب تعاقده مع وديع الجري رئيس الاتحاد التونسي التارجت او التعاقد مكتوب ان المرحله اللي هيوصل فيها في 2019 مش اقل من مرحله دور نصف النهائي، فخلاص هو وصل للمرحله اللي كانت مطلوبه منه من الجامعه التونسيه او الاتحاد التونسي لكره القدم، ووصل الان جريز بالمنتخب التونسي الى نصف النهائي بعد مع غياب حوالي 15 سنه، منذ 15 سنه تونس لم تتاهل لنصف النهائي عكس المنتخب الجزائري اللي كان اخر تاهل ليه نصف النهائي عام 2010. في لعيبه ممكن تغيب عن مباريات دور نصف النهائي، يمكن ابرزهم طبعا يعني إذا خدوا إنذارات في مرحلة الدور نصف النهائي هيغيبوا عن المباراة النهائية أو الثالث والرابع. ساديو ماني من السنغال، يوسف المساكني من تونس، إسماعيل بن ناصر وعدلان قديورة ورامي بن سبعيني من الجزائر، وأحمد موسى من منتخب نيجيريا. ده بشكل عام الشكل أو الأخبار المتعلقة ببطولة الكان مصر 2019. إن شاء الله بإذن كمان يعني خلال الفترة القادمة أو خلال الساعات القادمة هيكون في جمهور كتير جدا من الجزائر ومن تونس عشان يحضروا مباريات الدور نصف النهائي ومساندة منتخباتهم في البطولة الإفريقية خلال الفترة القادمة. 96 هدف في 48 مباراة حتى الآن في دور المجموعات ومرحلة دور 16 والدور ربع النهائي، بمعدل هدفين في كل مباراة. مستوى فني ليس عالي وليس قليل، مستوى فني متوسط، هدفين في كل مباراة، 96 في 48 مباراة بيعتبر رقم معقول لأول مرة بطولة ب 24 منتخب، فيعتبر رقم معقول على الورق. الأقوى حسب التصنيف تونس والسنغال، السنغال مصنف أول، تونس مصنف تاني، لكن الكورة داخل الملعب حاجة تانية. فهنشوف مباريات دور النصف النهائي ماذا ستسفر عن المنتخبات التي تتأهل إلى المرحلة النهائية ومباراة النهائي إن شاء الله يوم الجمعة القادم. هنا تنتهي فقرة الأخبار. بعد الفاصل دكتور أحمد ثابت وفقرة التحليل الأداء الرقمي والإحصائي والسكاوتينج بالنسبة لكان مصر 2019 وبطولة الأمم الإفريقية أو حتى النادي الأهلي والمباريات الودية التي أقيمت في معسكر أسبانيا بمدينة أليكانتي. اهلا
وسهلا بحضراتكم في الفقره الحواريه الاولى من كان مصر 2019، والنهارده عامل لكم كواليتي كده لعدد من الفقرات، سواء فقره فنيه، فقره اخبار، فقره كمان تحليليه رقميه، سواء للبطوله الافريقيه او حتى لمباريات النادي الاهلي في الدوره او في المعسكر في مدينه اليكانتي في اسبانيا استعدادا للموسم الجديد. في البدايه برحب بدكتور احمد ثابت، محلل الاداء الرقمي ومحلل الاداء بالنسبه لفريق النادي الاهلي هنا في قناه النادي الاهلي. دكتور احمد برحب بيك. برحب بيك انا استاذ محمد، اهلا بيك ودايما منور ومتالق كده. الله يخليك يا رب. محضر لنا ايه؟ اول حاجه عايز الاول اتكلم على سياسه التعاقدات في النادي الاهلي في الصيف ده. بصراحه سياسه يعني ممتازه جدا، عوده سياسه التعاقدات بتاعت زمان، بتاعت بصراحه ايام كابتن حسن حمدي. اولا سريه تامه في المفاوضات، كل يوم تصحى تلاقي ايه على المواقع، خبر الاهلي يتعاقد مع مين، مش عارف الاهلي يتعاقد مع مين، بعدين فجاه تلاقي النادي الاهلي بيتعاقد مع ايه، يجدد اعاره رمضان صبحي. على فكره تجديد اعاره رمضان صبحي ده مش امر سهل، يعني مش زي ما الناس فاكره ان انت هتجدد، لا الزمالك فعلا كان بيكلم رمضان صبحي، والنادي الاهلي نجح في تجديد اعاره رمضان صبحي، دي اول حاجه. تاني حاجه صفقه اليو ديانج، الناس عرفتها امتى؟ الناس عرفتها ليلتها لما امير توفيق سافر، عرفوا من المواقع الجزائريه، من قناه الهداف. طبعا. فالسريه تحسب اولا لمجلس الاداره، لجنه الكوره، الثعلب الصفقات كابتن المهندس عادل القيعي، كابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن محمود الخطيب طبعا رئيس النادي، امير توفيق مدير الصفقات او رئيس لجنه التعاقدات، بيشتغل برضو بدون شو اعلامي، فبصراحه يحسب ليهم في الفتره دي، وباذن الله يعني ربنا يوفقهم في الصفقات اللي جايه ان شاء الله يكون كمان في الملعب في فايده بقى ايجابيه للمرحله القادمه. طيب محضر ايه حالك معاك؟ اول حاجه يعني معسكر الاعداد للنادي الاهلي في اسبانيا مفيد جدا على المستوى البدني النفسي الخططي. اول حاجه على المستوى البدني ان انت بتتدرج بالمباريات، سواء الاول فريق اقل شويه، بعد كده فريق متوسط، بعد كده فريق قوي، عشان اللعيبه تبدا تجيب فورمتها البدنيه. ده اللي بيحصل، ان اول يعني الفريق الاساسي او الفريق اللي هي اللعيبه الاساسيه الشبه اساسيه اخذت اول ماتش، تاني ماتش بداوا ان هم يلعبوا 60 دقيقه، البعض اخذ 60 دقيقه والبعض ريح، زي مثلا حسين الشحات، زي رمضان صبحي، زي ازارو. ده الاعداد البدني. الخاندرو مدرب الاحمال عامل شغل مميز جدا في الاحمال البدنيه، ده على الجانب البدني. او تاني حاجه على الجانب النفسي، الجانب النفسي مارتن لاسارتي بيعقد، المدير الفني للنادي الاهلي بيعقد جلسات مع اللعيبه، بيبدا ان هو يهيئهم نفسيا اكتر من لاعب. يعني صلاح محسن ده كان بره الفرقه خالص بصراحه، كان بره الفرقه في الفتره الاخيره، ولكن مارتن لاسارتي بدا ان هو ازاي يجيبه تاني، ازاي ان هو يكسبه، ازاي ان هو ياهله. حتى تصريحات صلاح محسن في اليومين اللي فاتوا جيده جدا على لاسارتي، ان الراجل بيدعمه وبدا ان هو يديله في المباراه الوديه، وبالتالي المعسكر كسب بعض اللعيبه نفسيا، عوده زي لعيب زي احمد الشيخ برضو، دي من الحاجات النفسيه. على الجانب الخططي طبعا احنا لعبنا في المباراتين 4-2-3-1، هقول لحضرتك الفوائد على طول او الايجابيات بتاعه المعسكر. طيب ندخل الاول على الحالات. الحالات ماشي. اول حاجه في المكاسب طبعا انت لعبت المباراه الاولانيه، بس نقول التشكيل بتاع المباراه الاولانيه تحديدا، لان ده التشكيل الاقرب اللي هيبدا مباراتين اللي هو المقاولين والزمالك. علي لطفي في حراسه المرمى طبعا مع عوده محمد الشناوي هو اللي هيكون اساسي. مش الاقرب قوي، ما تتكش عليا قوي، لان لسه لا مش الاقرب قوي، هو انت يعني الراجل بيجرب بالظبط كده. انت عندك احمد فتحي، ربيعه، نجيب. ليه ربيعه ونجيب بياخدوا الماتشين اساسيين في قلبين الدفاع؟ لان ياسر ابراهيم هيبقى موقوف. فياسر ابراهيم دفع بيه امبارح في الشوط الثاني بس بالزبط. فهو بيحاول يجهز نجيب وربيعه. تمام. دي من ضمن المكاسب الاساسيه، ان انت بترجع نجيب وبترجع ربيعه في ثنائيه قلبي الدفاع. معلول ناحيه الشمال، ثنائيه الارتكاز عمرو السوليه وحمدي فتحي، صالح جمعه، صالح العاب، رمضان صبحي جناح شمال، حسين الشحات جناح يمين، وقدام وليد ازار. تمام. المكاسب بصراحه اللي انا شايفها يمكن اول حاجه حسين الشحات. حسين الشحات بدات يعني انا هنشوف ان الموسم القادم ده بتاع حسين الشحات الضغوط هتكون بعدت عنه. ان الضغوط اللي هي المبلغ اللي كان جاي بيه، لا الموسم ده هيلعب بقى ايه بدون ضغوط خالص، هياخد اريحيه شويه، ودي ميزه فتره الاعداد. ودي ويبدا بقى ياخد فرصته كلاعب مميز النادي الاهلي تعاقد معاه. يعني لو شفنا ارقامه هنلاقي ان هو لعب مباراه واحده، هو صنع هدفين واحرز هدف. حسين الشحات لو شفنا هنلاقي ان هو مميز جدا في الفيديوهات او في الحالات الفنيه اللي معانا، هنلاقي ان هو مميز جدا في التحرك بدون كوره. حسين الشحات بيتحول كراس حربه تاني، بيخش ادي اول حاله معانا ايه، الجبهه اليسرى القويه اللي ما بين رمضان وعلي معلول شفناها في ماتش بيراميدز قبل كده، وادي حسين الشحات اتحرك لجوه للعمق وجاب جول. حسين الشحات قطع لجوه ودخل، ده من مميزات حسين الشحات، القدرات التهديفيه الكبيره اللي عنده. الحاله الثانيه هنبص نلاقي حسين الشحات بيعمل اسيست، بيخش لجوه وبيعمل اسيست، بيعمل عرضيه بتسبب في هدف. الحاله الثالثه هنلاقي برضو حسين الشحات اهو، ادي من مكاسب المعسكر الاعداد لعيب زي حسين الشحات.
بيبتدي ادي صالح جمعه لعيب مهاري قوي قوي بيلف بالمدافع قلب نص الملعب وهيبص لحسين الشحات هيعمل اسيست جميل لوليد ازارو. فاذا حسين الشحات بتتكلم في لاعب عامل 2 اسيست وهدف بيبدا ياخد بتبدا الضغوط تبتعد من عليه وده برضو جزء نفسي وجزء بدني وجزء فني الثلاثه في حسين الشحات بيتطبقوا على ان انت بتجيبه بدنيا بتستعيد حسين الشحات نفسيا وبدنيا ونفسيا يعني حاجه مميزه جدا. بس هنا حسين دخل في قلب الملعب جوه بعد ما كان بيلعب على الطرف بدا ان هو يتحرك للعمق وعلى فكره اللي صارت من الواضح ان هو في الوديات ان هو بيشتغل من العمق اكتر من العمق ان هو التمرير الطول في تمريرات كتير قوي طوليه في العمق يعني طبعا. لو الناس تابعت المباراه الوديه هنلاقي ان هو عنده تمريرات طوليه في العمق كتير جدا وحسين الشحات بيتحرك للعمق كتير جدا. تمام. السوليه تاني نقطه استمرار توهج عمرو السوليه على المستوى الهجومي. عمرو السوليه هو الاكثر اسيست في النادي الاهلي في المباريات الوديه عامل 3 اسيست. عمرو السوليه اتطور بشكل كبير جدا على المستوى الهجومي مع لاسارتي بيواصل الكلام ده وعمرو السوليه ده بياكد لنا ان هو يعني كان لازم يكون في منتخب مصر خاصه في طريقه لعب اجير 4 3 3. عمرو السوليه مميز جدا بالدور الهجومي لو شفناه هنلاقي ان هو عامل 3 اسيست ممتاز. ادي اول اسيست معانا اهو ادي الاسيست رمضان بقى بيخش وبيشوط دي حاجه برده من ضمن المكاسب تسديدات رمضان كنا دايما بيقولوا رمضان تسديداته قليله. ادي الاسيست الثاني لعمرو السوليه والدور الهجومي لعبها لحسين الشحات وبيكمل ده الاسيست الثاني. الاسيست الثالث بتاع الماتش بتاع امبارح اهو هيكمل وهياخد بص هو اللي بدا الهجمه عمرو السوليه وهو اللي هيصنعها يعني هو البدايه كانت من عند عمرو السوليه وبعد كده هو اللي هيصنعها بدا بيها وكمل بيها لغايه منطقه الجزاء كمل بيها هيلعبها لاحمد الشيخ. احمد الشيخ هيجيب جون جميل جدا. النقطه اللي بعد كده من ضمن المكاسب برضو احمد الشيخ يمتلك قدرات تهديفيه عاليه. انا يعني وجهه نظري ان انا مش مع رحيل احمد الشيخ نهائي سواء على الاعاره او على البيع. ما حدش اتكلم في اعاره او بيع يعني لا يعني بصفه عامه احمد الشيخ بصراحه بيمتلك قدرات تهديفيه كجناح يعني مميزه جدا قدرات يعني نادر ان انت تلاقي جناح هداف عمله نادره دلوقتي في مصر ان انت تلاقي جناح هداف ده حاجه مميزه قوي. فاحمد الشيخ بصراحه بيقدم هو هداف الاهلي في المباريات الوديه جايب 3 اهداف وصانع هدف يعني مساهم في 4 اهداف في مباراتين وما لعبش الماتشين كاملين ده لعب الماتش الاولاني 45 دقيقه والماتش الثاني 45 دقيقه وبالتالي لعيب مميز جدا والفينش بتاعه ادي اهو ده الفينش ادي الاسيست اللي عمله دي الحاله الاولى دي الحاله الاولى عمل اسيست لصلاح محسن اهو احمد الشيخ مميز قوي بالاختراق من العمق وبالارتو بتاعته. هنبص بقى على الارتو اللي هي الارتو اللي هي التسديده اللي بتبقى في الزاويه البعيده اهو هيستلم وهيقطع الكوره وهيحط ارتو في البعيده ده هو مميز قوي الفينش بتاعه عالي قوي يعني تمام. احمد الشيخ من المكاسب الكبيره جدا اللي انت تقدر تستغله تمام. في المباريات الجايه بص اذا ناصر ماهر هيلعبها له احمد الشيخ هيحطها برده في البعيده ار2 ده لا دي في القريبه دي حد من ضمن الحالات برده من ضمن التسديدات اهي ديت هيعدي وهيحطها في البعيده. احمد الشيخ هداف يعني نادر ان انت تلاقي دلوقتي جناح هداف من ضمن المكاسب اللعيب مسجل 3 اهداف ده الجون الاخير وهي فرصه كمان يا دكتور احمد معسكر الاعداد لما بيكون كل اللعيبه معاك انت فرصه انك تشوف كله عشان لما تيجي ترجع مصر تشوف متطلبات المرحله الجايه محتاج كام واحد في كل مركز وتشوف الاستعداد ازاي. برافو لان يعني انت في كل مركز انت خلاص انت حددت مثلا عندك جرالدو وعندك احمد الشيخ هل هتحتاج بعد كده ولا لا فدي دي ميزه معسكر الاعداد للامانه. طيب قلنا برضو عوده ثنائيه محمد نجيب ورامي ربيعه من ضمن المكاسب المميزه جدا جبهه معلول ورمضان صبحي ناحيه الشمال سواء رمضان بيخش للعمق وبيخترق من ضمن المكاسب التشكيله انت جهزت 2 صناع العاب صالح جمعه بياخد فتره الشوط الاول وناصر ماهر بياخد الشوط الثاني جهزت 2 باك يمين احمد فتحي ومحمد هاني باسم علي اخد ناحيه الماتش اللي فات عشان محمود وحيد مصاب لسه نازل النهارده اول تمرينه بس انت عندك برده ناحيه الشمال علي معلول وعندك محمود وحيد جهزت الثنائيه ديت سواء رامي ربيعه ومحمد نجيب ودخلت عليهم ياسر ابراهيم تمام. في الارتكاز حمدي فتحي وعمرو السوليه ودخلت عليهم حسام عاشور ودخلت هشام محمد المهاجم هداف زي صلاح محسن مهاجم كويس جدا بدات برده ان انت تدخله مع وليد ازارو. في نقطتين انا شايف ان هم لازم لاسارتي برده يركز فيهم في الفتره الجايه في معسكر الاعداد ده تحديدا لازم تستغل ان انت في معسكر الاعداد في الفتره دي تشتغل على الضربات الثابته والضربات الركنيه لازم لاسارتي في الفتره دي عايزين نشوف بقى جون من ضربه ركنيه او من ضربه ثابته لازم تحفظ اللعيبه في الفتره دي شغل الضربات التكتيك الضربات الركنيه سواء هتلعبها على القريبه هتصلحها على القريبه او البعيده ده جزء مهم جدا. الحاجه الثانيه اللي محتاجها برده لاسارتي في الفتره دي ان انت تجرب طريقه لعب ثانيه دي حاجه مهمه جدا مش شرط ان انت تبقى 4 2 3 1
عايز يعني المباراه الجايه ان انت تجرب 4-3-3، تجرب طريقه لعب ثانيه، لان انت في بعض عنده مباراه ثالثه ممكن نشوف في بعض الاوقات محتاج يعني هم النقطتين دول اللي محتاجين تطويرهم برده من لاسارتي، نقطه الضربات الركنيه والضربات الثابته لازم اللعيبه تتحفظها، النقطه الثانيه ان انت محتاج طريقه لعب ثانيه تجربها، حاجه مهمه جدا. طيب ندخل على كان 2019 اكيد عندك تشكيل الاسبوع بتاع دور الربع النهائي والتشكيله المثاليه وكمان ارقام من لاعبي منتخب الجزائر في دور نصف النهائي. التشكيله المثاليه لدور الثمانيه طبعا الحارس رئيس مبولحي حارس منتخب قدامنا على الشاشه، رئيس مبولحي حارس منتخب الجزائر كان ليه دور مهم جدا في صعود الجزائر لدور نصف النهائي. تمام. يمكن هو عامل 6 سيف منهم 6 انقاذ منهم 4 من جوه الصندوق. تمام. الاثنين المدافعين هم احسن اثنين مدافعين في البطوله ومعهم مدافع منتخب الجزائر، يعني ياسين مرياح وخليد كولوبالي. ياسين مرياح مدافع منتخب تونس بيلعب في اولمبياكوس اليوناني، ده يمكن قام ب 61 تمريره قصيره وشتت الكره 6 مرات. اللي جنبه خليد كولوبالي مدافع السنغال اللي هو بتاع نابولي، رغم ان هو طويل القامه من احسن المدافعين في العالم، خليد كولوبالي مدافع نابولي كمان مميز بتحضير الهجمه، كل ماتش تلاقيه عامل كام تمرير طولي بيعدي ال 15. لاحظ النقطة دي، خليدو كولوبالي اللي هو ارتكاز اللي هو مدافع السنغال ده مدافع نابولي مسته ان هو بيحضر الهجمة بشكل مميز قوي، عشان كده في ماتش الجزائر في دور المجموعات المدرب بتاع الجزائر عمل ايه؟ جمال بالماضي خلى بغداد بنجاح يقرب دايما لخليدو كولوبالي دايما، وساب التاني اللي هو اللي جنبه اللي هو شيخو كوياتي، قال له حضر انت الهجمة لان انت كورتك مش عالية، وخلى بغداد بنجاح يقرب دايما لخليدو كولوبالي، وبالتالي بدأ ان هو يمنع منتخب السنغال ان هو يحضر الهجمة من تحت. تمام. الباك ليفت ايمانويل امورو ظهير ايسر بنين، ده يمكن هم اختاروه عشان انقذ هدف من على خط، يمكن الباكين انقذوا هدف، يعني باكايوكو في منتخب كوت ديفوار انقذ هدف من رياض محرز، وامورو ظهير ايسر بنين انقذ هدف من قدام السنغال. تمام. الثلاثة الارتكاز سفيان فجولي نجم منتخب الجزائر وده صاحب الهدف وعمل مباراة كبيرة جدا مميز قوي المباراة الجاية مباراة ان هو مميز ان هو بيكمل. تمام. بيكمل جوه ال 18 وحتى كمان فرحته لما جات الهدف وكان مصاب، دي حاجه تدل ان هم عندهم روح عظيمه في منتخب الجزائر. اوكي. صامويل شيكيزوي ودوت واحد من مفاجات البطوله ونجم فيا ريال، عنده 20 سنه بس، البطوله دي طلعت عناصر شابه 20 سنه كتير قوي ومميزه. بالظبط. صامويل شيكيزوي عامل 4 مراوغات ناجحه، عامل جاب هدف وصنع فرصتين، مميز قوي وهو بيلعب في فيا ريال وكان من ضمن اسباب بقاء فيا ريال في الليجا الاسبانيه. فرجاني ساسي طبعا نجم نادي الزمالك هو صاحب الهدف الاول، وفرجاني عمل 49 تمريره عشان كده تم اختياره من ضمن التشكيله. كان مان اوف ذا ماتش مباراه مدغشقر. الثلاثه اللي قدام بقى يعني هو الثلاثه اللي قدام منهم اثنين لو لاحظنا هنلاقي ان في 4 من منتخب تونس في التشكيله، الاثنين اثنين منهم وهبي الخزري ويوسف المساكني. نركز على وهبي الخزري ده، وهبي الخزري اللي هو بيلعب في سانت تيان الفرنسي هو اكتر لاعب عربي صنع فرص في كاس الامم. بالزبط. صنع 13 فرصة. بالزبط. 13 فرصة رقم كبير جدا. وهبي الخزري كمان مسته ان انت بدأ البطولة كراس حربة مهاجم وهمي وبعد كده صنع وبعد كده جناح يمين بيلعب في كذا مركز. وهبي الخزري لعيب مميز جدا جدا جدا. الناحية الثانية النمس يوسف المساكني واحد من احرف اللعيبة على مستوى الجارة يبدأ يستعيد مستواه يمكن ارقامه كمان قوية قوي، يعني هو احرز هدف وصنع هدف، هو رجل الجولة بالارقام. احرز هدف صنع هدف، دقة محاولاته 100%، محاولتين صح من 2، ومراوغاته 100%، 4 صح من 4. فده رجل الجوله يوسف المساكني بالارقام، يعني انت بتتكلم لاعب جايب هدف صانع هدف عامل محاولتين على المرمى بنسبه دقه 100% ومراوغاته 100%. اللاعب الثالث هو موسى سيمون، وده برده نجم منتخب نيجيريا وليفانتي الاسباني، صنع هدف وصنع فرصتين وتم اختياره، يمكن هو مش اخد درجه عاليه قوي، اخد 7.5، لكن يوسف المساكني اخد 8.6 ووهبي الخزري واخد 8.3. تمام. شكرا جدا دكتور احمد. شكرا. بعتذر لك عشان وقتنا قصير النهارده، عندنا تفاصيل كتير في كان 2019، لكن ان شاء الله الحلقات القادمه يكون في مساحه وقت نتكلم بقى كمان البطوله اكيد فيها دروس مستفاده كتير جدا باذن الله، وسعيد جدا بتواجد معاك. الله يخليك يا دكتور احمد، تسلم جزيلا. شكرا. لقاء مهم جدا مع دكتور احمد ثابت، الارقام والاحصائيات والسكاوتنج مهم جدا في كره القدم في العصر الحديث، اللي احنا نشوف كمان ايه الدروس المستفاده بعد نهايه هذه البطوله. الفقره الفنيه مع كباتننا الكبار ونجوم الاستوديو التحليلي ونجوم كان مصر 2019 على شاشه قناه النادي الاهلي، كابتن عادل طعيمه، الكابتن فتحي مبروك، والكابتن شريف عبد المنعم، ولكن بعد الفصل. اهلا وسهلا بحضراتكم في الفقره الحواريه الاخيره والفقره الفنيه مع نجومنا الكبار في كان مصر 2019 للاطلاله الفنيه على مباريات الدور نصف النهائي
بعد ما تحددت المباريات بشكل رسمي. تونس والسنغال، نيجيريا والجزائر بعد مواجهات صعبة وقوية في مرحلة الدور ربع النهائي. برحب في البداية بالكابتن عادل طعيمة مدرب النادي الأهلي الأسبق والنجم. كابتن عادل برحب بيك. أهلا بيك محمد. أهلا بيك. أهلا بحضرتك كابتن فتحي مبروك، منورنا ومشرفنا. يا أهلا بيك محمد، إزيك أخبارك إيه؟ الله يخليك الحمد لله. سعيد إني معاك وسعيد أنا أسعد. كابتن عادل الله يخليك. كابتن شريف عبد المنعم منورنا ومشرفنا وسعيد إن أنا موجود معاكم النهاردة. أنا اللي سعيد معاكم كلكم وكابتني وحضرتك و جود لك ان شاء الله وتبقى حلقه جميله ان شاء الله باذن الله. تعبان ولا ايه صوتك؟ صوتي رايح، ما تتكش عليا النهارده. طيب بيني وبينك احسن. ايه بيني وبينك احسن؟ خليه يقول بقى، خليه ماشي، قول اي حاجه وانا عارف صوتي ده. بدايه هجوميه ولا بدايه دفاعيه؟ دفاعيه. هو دفاعيه. كابتن عادل، البطوله خلاص بتقترب من النهايه، وصلنا لمراحل بقى النوك اوت، الهدف بالنسبه لهم خلاص، يعني نقدر نقول الهدف الذهبي زي بتاع زمان. مرحله الدور نصف النهائي مباراه قويه وصعبه، وكل مباراه لها تفصيله بما سبق. لكن قبل ما نخش في مباراه الدور نصف النهائي، متابعتك لمباراه دور الثمانيه، النتائج اللي ظهرت، فوز تونس على مدغشقر يمكن على الارقام كانت هي الاسهل المواجهات، مباراه كوت ديفوار والجزائر كانت مباراه صعبه كانت فيها تفاصيل كثيره. شفت مباراه دور الربع النهائي ازاي والنتائج اللي ظهرت فيها في هذه البطوله؟ نتكلم بسم الله الرحمن الرحيم، نتكلم على البطوله في فرق. الحقيقه فريق زي بنين، فريق زي مدغشقر، مالي، فريق زي اوغندا، فرق الحقيقه اثبتت كفاءه عاليه جدا على الرغم انها ما لهاش نجوم، فيهاش نجوم بالكثره او بالحجم الدولي الكبير، ومع ذلك تيم بنين بيخرج المغرب وبيبقى خصم او منافس عتيد في المباراه اللي فاتت امام السنغال. ف مفيش شك فرقه تحترم وجايه من غير تاريخ وبتعمل بتقصي المغرب في كاس العالم، وبعدين مع المرشح الاول الجزائر بتبقى واقفه على حيلها تماما، على الرغم ان هي جايه من مباراه لعب الاكسترا تايم وضربات جزاء، فحتى اللياقه البدنيه كانت في منتهى الارتفاع. يعني الماتش اللي فات الحقيقه الجزائر مع هنبتدي بالجزائر الاول مش كده؟ هنبدا بمباراه الجزائر وكوت ديفوار. الجزائر وكوت ديفوار، انا الحقيقه بأشفق على اللعيبه بدرجه الحراره كابتن، انها بتتلعب في السويس كانت درجه الحراره عاليه جدا وكانت الرطوبه عاليه جدا، هم كانوا بيلعبوا في القاهره فكان النقله دي اثرت بشكل غير طبيعي. الحاجه الثانيه التحكيم كان غير موفق على الاطلاق، حتى الفار ما كانش موفق، يعني في حالتين طرد، حارس المرمى واخد انذار، وواحده تانية طلع مع رياض محرز وراح راكف وايه وراح نازل ومديله يعني كده حاجه في دماغه، والباك رايت برضه كان المفروض يطير ياخد الانذار الثاني وما خدش، على الرغم ان طبعا في فار والحاجه دي لازم كانت تبقى موجوده. الحاجه الثالثه اصابه نجم الفريق يوسف عطار، البديل بتاعه مش بنفس الكفاءه، وبالماضي دايما بيعتمد في كل ماتشاته على الاطراف اعتماد كله بيكملوا. رامي ما كانش في حالته خالص، وكان بيلعب بنوع من تحس ان هو يعني عايز اولا متنرفز وعايز يعمل حاجه زياده، اللي هو الظهير الايسر رامي بيزرع، ظهير رامي عايز يعمل حاجه زياده ومش يعني دايما الكره في رجليه بيلعب فيها بنوع من التعالي شويه. يوسف طبعا كسر في ترقوه والفريق بيفقده. حاله بنجاح كان دايما بنجاح راس حربه بيبقى طول المباراه الحقيقه عامل شغل عالي جدا. الماتش ده ما كانش موفق حتى في ضربه الجزاء داخل، هو مش مركز حطها في العارضه، على الرغم ان حارس المرمى كان مرمي في 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 الزاويه الشمال، ولو هو حطها بالراحه في الزاويه اليمين كانت هتبقى موفقه. لكن في كل الاحوال الحقيقه الماتش الجزائر عملت جيم عالي جدا تكتيكيا، وربنا كافئهم ان هم في ضربات الجزاء حصلوا عليها، لان ده عدل ربنا الحقيقه، لان تيم مشرف جدا من بدايه الدوره لحد الدور الاربعه فعلا من الاتيام المتزنه من اول حراسه المرمى الى راس الحرب. تمام. الفريق الاخر طبعا فريق كوت ديفوار ظهر بشكل جيد جدا، في لياقه بدنيه عاليه، لكن ابتدت اللياقه البدنيه في الشوط الثالث والرابع ابتدى يبقى حصل فيه انخفاض شويه، واعتقد ان هم كانوا بيلعبوا بعنف غير مبرر مع تيم الجزائر.
طيب كابتن فتحي، فكره ان اللاعب اللي يتسبب في ركله الجزاء، انت مع الافكار ان اللاعب اللي يتسبب في ركله الجزاء هو اللي يسددها؟ ده تعليقا على بونجاح. بونجاح وحد، يمكن انا سمعت التعليق كده على برضه التعليق على المباراه، حد قال لا اللي يجيب ضربه جزاء ما يشوطش ضربه الجزاء. انا ضد ده، لان المدير الفني بيحدد نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 اللي بيشوطوا ضربات الجزاء. فبونجاح اذا كان باد لك امبارح في الضربه دي، ولكن هو مميز في حاجه زي كده. حتى هو كان عايز برضه يمكن بيديله دافع ان هو يكون من الهدافين. بالظبط، يكون دافع من الهدافين. ولكن انا لما نيجي نبص لفرقه الجزائر على العموم، بغض النظر اذا كان بونجاح ضيع ضربه جزاء، ولكن حط فرقه الجزائر في موقف كان صعب جدا جدا جدا، بدليل ان الكوت ديفوار اتعادلوا. الكوت ديفوار برضه يمكن ضيع فرصتين ثلاثه في التوقيت ده، كانوا في منتهى الخطوره. يعني تلاقي جمال بالماضي طلع بونجاح وطلع محرز، والاثنين هم دول اللي كان الشق الهجومي واضح قوي ان منتخب الجزائر بيهاجم بيهم. حتى بونجاح لما كانش موفق في ضربه الجزاء، ولكن لما تيجي تبص على التوتال فرقه الجزائر، اولا جمال بالماضي مجهز الناس دي في المعسكر، في روح قتاليه عاليه جدا جدا في الفرقه دي. كابتن عادل كابتن شريف بتلعب بروح، يعني فرقه بتلعب بروح، فرقه بتلعب باداء تكتيكي عالي جدا جدا. اللعيبه كلها حاسه بالمسؤوليه، بدليل حتى لو جينا برضه لقطات هتلاقي بونجاح عشان ضيع ضربه الجزاء بعد ما خرج عمال يعيط بيعيط يعني، وراح يتأسف للجمهور، وتأسف بدليل ان في روح عند فرقه الجزائر، وده اللي مديهم الاسبقيه، وده مديهم المكسب، وده اللي مديهم ان هم بيبقى شكلهم حلو قوي. الحاجه الثانيه، هم عندهم ناس يعني في منتهى الاهميه في خط الوسط. يعني عندهم اسماعيل بن نصر ده لعيب كويس قوي، عندهم طبعا يوسف بلايلي، عندهم سفيان فجولي، عندهم رياض محرز. تحس ان فرقه الجزائر عندها لعيبه كوره في وسط الملعب يقدروا يوصلوك للجول. يعني بونجاح حتى بعد ما كده لعب اسلام سليماني ده ما لعب، تحس ان فرقه الجزائر عندها وسط ملعب وخط هجوم كويسين جدا. فانا بشوف ان جمال بالماضي يعني فعلا روح المدير الفني الوطني باين قوي في اطار فرقه الجزائر. كابتن شريف، يمكن سؤال دفاعي اكتر، كابتن فتحي والكابتن عادل اتكلموا على الاطراف، اتكلموا على الناحيه الهجوميه، لكن انا برضو شايف الدور الدفاعي اللي بيأديه عدلان كوديورا في وسط الملعب مع عيسى مندي والمساك التاني اللي معايا في خط الدفاع ليهم دور محوري كبير جدا في ان الشق الهجومي كل هؤلاء المجموعه قايمين بدور كويس جدا. هو هقول لك على حاجه، انا كراجل مهاجم كنت بلعب ضد اي فرقه، الشكل الدفاعي طبعا هو اللي بيطمن اي فرقه، وحارس المرمى كمان، يعني حارس المرمى يعتبر من الشكل الدفاعي. يكون عندي حارس مرمى كويس قوي بياخد كل الكور العاليه وبيطمني وبيعمل فاست بريك وشايف الملعب كله. يعني الراجل بتاع جنوب افريقيا حارس المرمى كان بياخد الكوره ويلعبها برجله الواحد، تجي له بالظبط، تجي له شايف الملعب كله. فاللعيبه بيبقى عندها ارتياحيه من مساعده نص الملعب ليهم انهم بيستقبلوا منهم الكوره ويترجموها مع بعض للاطراف اللي اتكلموا عليها الكباتن، والتحركات اللي بتبقى في نص الملعب. كان فتحي لسه بيتكلم، عندهم نص ملعب لعيبه كويسه جدا، اذا كان في الجزائر، اذا كان في تونس، اذا كان في اي حته، فهم يمتلكوا حته نص الملعب، وعندهم الشكل التحرك، شكل التحرك اللي هو بيخلي حتى الدفاع بتاعه بيتحرك معاه، ويبقى في تقارب من الخطوط مع بعض. فزي ما انت بتقول ان حكايه الدفاعات بتاعتهم، كان فاتح قال لك بيلعبوا برجوله جامده قوي، بيلعبوا اجريسيف قوي، مطمنيني انا حتى وانا كنت بتفرج على فرقتي كجهاز فني، مش حاسس ان انا ممكن لما اجي اغير هغير في الدفاعات. لا، واقفين على رجليهم وعلى حيلهم. حتى الراجل اللي بيلعب جمال بن العمري، تحس انه راجل كبير في السن وبتاع، انما بياكل النجيله وبيترقص مره ويرجع ويقوم تاني وياخد ويخش فوز. وعندهم كلهم كور العاليه، حاسين ان كوت ديفوار مثلا بتلعب جامد جدا وبيلعبوا عندهم الكور العاليه وبيحتكوا كل انما هم تلاقي ثلاثه اربعه اول ما الكوره بتقع هم الثلاثه اربعه بيطفشوها وبيطلعوها، بتيجي في ايد واحد والفار ما شافهاش مثلا، وقفها بايده كده الفار ما شافهاش، بتحصل كذا حاجه. انما الروح الدفاعيه تخليك حتى ما تاخدش بالك من الاخطاء اللي بتحصل، ان هم على طول بينظفوا المكان ويدوا فرصه للمهاجمين بتوعهم، الاسماء الكبيره اللي احنا كنا بنتفرج عليهم، اذا كان بغداد بونجاح ورياض محرز والبلايلي واسماعيل بن ناصر، بيترجموا شغل الدفاع ده، بيريحوهم حتى شويه. يعني انا في ماتش تونس و مدغشقر ما شفتش الجول بتاع تونس اول 45 دقيقه، ما شفتوش. الراجل بيجي له الكوره بس يروح ماسكها، عملوا كوره عرضيه واحده بس نجحوا ان هم
ما كانش فيه الانياب، انياب الجزائر وجوده في من اول دقيقه، الكره هنا وكره هنا وكره هنا، فجميع العناصر اللي موجوده اذا كان من الدفاعات بتاعه كوندوفوار او الدفاعات بتاعه الجزائر كانوا بيخلوك اخطر الفرص، وكل مجهود اللعيبه كويسه قوي اللي بتلعب بيحكموا القرار فيها ويخلوها على الاقل تبقى رايحه له وهي مش زي ما هو عايز. كره تبقى الراجل معدي من جمال بالعمل ده ويلعبها بالعرض، تلاقي ثلاثه اربعه بيتزحلقوا عشان حتى ما توصلش الراجل المهاجم، تخبط فيه وتوجع مرشين تروح الناحيه الثانيه. رغم ان رغم ان كوتيفوار عندها اثنين فراوده كوتش او ويلفرد زها امكانيات بدنيه وامكانيات فنيه ما شفتوش على يعني مستوى. ويلفرد ده بينزل خد بالك بيلعب في انجلترا وكل حاجه وضيع البينالتي على ما اعتقد، انا مش شايفه يعني قد اللعيبه الثانيه اللي هي كانت موجوده، ما ده اقل جيل، اقل جيل من الجيل السابق يعني. هو من زمان واحنا بنتفرج عليه الحقيقه الهيستوري بتاعه كناشونال تيم ما اداهمش حاجه، في لعيبه تانيه كتير ادت اكتر منه يعني. طيب كابتن عادل، فكره ان اقوى مباراتين في البطوله من الناحيه القوه البدنيه، من ناحيه الالتحامات، من ناحيه الاستحواذ على الكوره وكسب الثنائيات الفرديه، كانت مباراه الجزائر امام السنغال والجزائر امام كوتيفوار. اذا العامل المشترك في المباراتين هو المنتخب الجزائري. ليه المنتخب الجزائري رغم ان كان دايما كره الجزائر الكره الحلوه، الكره المهاريه، اللمسه البسيطه، اللعبه السرو، لا الجزائر المره دي مختلف عن الجزائر كانت بنشوفها في بطولات سابقه حتى لما كانت بتوصل كاس عالم. الناحيه البدنيه بقت قويه جدا، جمال بالماضي قال لك عشان افوز ببطوله او عشان اكون منتخب قوي الناحيه البدنيه كانت ناقصانا، فابتدى يشتغل على الجانب ده. اولا هو طبعا عمل معسكر عالي جدا، وبعدين عمل فتره اعداد مكثفه، وبعدين في نقطه يمكن احنا يمكن احيانا بنغفل عنها وعمل التغذيه. التغذيه العامل مهم جدا، وتلاقي كل الفرق الكبيره معاهم طبيب. زمان كنا بناكل حته لحمه سكالوب كده ولا فليه ومكرونه سباكيتي، تخيل مكرونه سباكيتي ما كنتش هتلعب دلوقتي يقول لك مكرونه بالصلصه، يقول لك اللحمه ما تاكلش قبل المباراه 3 ايام. فطبعا اختلفت الحاجه كمان اللي انت بحيك عليها، الراجل اسمه عدنان قديورة لا خط الوسط رقم 17، ده الراجل ده بيلعب بايه يعني، عنده اربع رئات يعني بيجري في كل حته، الى جانب طبعا جمال بن عمري. الكره الوحيده في الاربع ماتشات اللي جه منها جول نتيجه ان رامي قصور ودلع منه والراجل راح معديه وما فيش حد ضغط عليه لحد ما شاطها وجت جول. ده الخلل الوحيد في الاربع ماتشات، وده الهدف الوحيد اللي جه فيهم. هما بيدافعوا من رياض محرز ونجاح، مش بيدافعوا من تحت. يعني تلاقي رياض ضغط من قدام منطقه الجزاء، ضغط من قدام، وبعدين في ستاره بيلعب بستة سبعة في وسط الملعب، وبعدين الاربعه اللي ورا مفيش كره عاليه الا ما واخدينها، وبعدين عندهم الحته ان انا ما بستناش الكوره بروح لها، فتلاقي الكوره وهي جايه رايح وراكب ومن غير ما يعمل فاول. الماتش ده اللي اثر تأثير غير طبيعي الظاهرين، رامي ما كانش في حالته، وطبعا الولد يوسف العطال ده نجم الثلاث ماتشات على اعلى مستوى على الرغم من صغر سنه، كان رائع في كل الماتشات، هيفرق معاهم كتير قوي، وهيفرق معاهم لان حتى لما وقع هو عارف ان هو وقع غلط يا كابتن فتحي، الصبت هتاخد وقت، ودي ضربه جزاء على فكره كانت ضربه جزاء، ويمكن مستشرة يعني لازم كانت ما لهاش زاويه يشوفوها ضربه جزاء، وكان في حالتين طرد حارس المرمى، والراجل اللي عمل الفاول ده كان الاثنين لازم كان في انذار تاني، الراجل مسك رياض وبعدين برضه حارس المرمى. لكن تيم الجزائر لما اقصى السنغال برضه بتلعب بشكل متوازن، وطبعا انا بتكلم على ماتش الجزائر والسنغال، المباراه الاولى كانت في المباراه الاولانيه. الماتش الثاني الكوتوفوار الحقيقه نزلوا بروح غير طبيعيه بخلاف الماتشات بتاعتهم الاولانيه، واخدينها عمليه طار ان انا الجزائر وان انا لازم اوصل و الى اخره، لدرجه ان هم وصلوا لمرحله العنف الغير مبرر مع راجل حكم كان بيقال ان هو من احسن حكام في افريقيا، ومع ذلك اخطاء ما فيش حكم صغير يقع فيها على الرغم من وجود الفار. يعني حكم فرنسي في الفار على فكره، كان الاتحاد الافريقي استعان بحكام من اوروبا في الفار، وكان حكم فرنسي واللي وصلوا
مدربين فرنسيين كلهم. ده الراجل بعد ما طلع على رياض ونام فوقيه وراح عامل له في ورا دماغه يعني خده بالبوكس ورا في ظهر دماغه ومع ذلك ما فيش كارت اصفر. ده الكارت ده كان يطلع ف بكل المقاييس درجه حراره والى اخره الى ان نجارب بالماضي الحقيقه لو تشوف مدى الحب والترابط ولما بيطلع رياض ولما بيطلع بنجاح حد طلع منهم حصل منه اي نوع نفسي او ان انا مش يعني زعلان او لاخره تحس ان عامل عيله توليفه قويه جدا نفسيا قبل ما يكون بدنيا. ال 23 لعيب 23 مقاتل عارفين ان وراهم شعب جزائر مستني يفرح فحاسين بنبض الشارع ده فلذلك ادائهم فيه الرجوله وفيه تحمل المسؤوليه وعارفين الى جانب طبعا الكلام ده الجوانب الفنيه في عز الوقت البدل الضايع في عز الوقت الاضافي بيلعبوا الكره السهله. بس انا كابتن حسيت ان هم بدنيا تاني تايم من الحراره وقعوا. درجه هم اشتكوا درجه الحراره لان السويس كانت امبارح حسيت ان محرز ما شفتوش على فترات تاني تايم كتير يعني حسيت ان هم بدنيا لما غيروا اصابه يوسف هو غير يوسف. عشان غير محرز هو غير. بس كده يعني دي كانت في اول نص ساعه نتيجه يعني هو غير غالبا محرز برضو خلي بالك لان هو برضو مكان كسبان واحد وضربه الجزاء ضاعت فقلق فعشان كده غير محرز عشان ينزل برضو ده ام وسط ملعبه يعني مش زي ملعبه وحتى طلع بنجاح ونزل اسلام سليماني لما نزل اسلام سليماني وادم والناس ما حسناش بنفس القوه عشان كده بقول لك عشان كده بقول لك لما طلع محرز وطلع بنجاح القوه الهجوميه لفرقه الجزائر قلت عشان كده ادى فرصه حتى الكوت ديفوار ان هو يهاجم ويبتدي يستحوذ ويبتدي حاسس ان نيجيريا يبتدي يبقى فيه خطوره على مرمى الجزائر يعني فعلا هي دي حتى دي ادم اوناس لما نزل هو حطه بديل لرياض بيلعبوا في نفس المكان بس هو بقى غالى قوي في العمليات المراوغه وبياخدها بس لعيب كويس قوي هو لعيب كويس بس امبارح ما كانش موفق امبارح ما كانش موفق ثلاث اربع كور برافو عليك حب يشتغل انديفيدوال حب يشتغل انديفيدوال ممكن ده يكون تعليمات كابتن شريف ان هو يلعب بالكوره لا 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 مش تعليمات موقف في الملعب ديلي في اتخاذ القرار يعني انا بتاخر يعني ما مش ياخدها وحاطط واخد القرار يقفل عليه مش هيعرف ينفذ زي ما هو امبارح كان بيلعب انديفيدوال ايوه حاسس ان نيجيريا عروض احتراف بالعكس يعني بالعكس ما النهارده هو انديفيدوال لعيب كويس جدا النهارده ما بيقدر النهارده يشتغل مع اسلام سليماني ده ممكن على الحاجات الصغيره الوان تو الحاجات الصغيره دي هيظهر اكتر ولكن هو امبارح اشتغل انديفيدوال في اربع كور يعني كان حتى عايز يعدي اتقطعت منه عايز يعدي في وسط ثلاثه اتقطعت ثلاث اربع كور كل حاجه كابتن فتحي كابتن شده في واحده في الاخر لو راح وفعلا فات من الراجل من أيوة في مسافه كان جول راح عاملها زياده راحت مقطوعه وردت وفي واحده اتعملت في اخر ماتش تخلص الماتش في اخر ثانيه راجع حطها بدماغه حارس المرمى غدا على مرتين كانت من اخطر هو اسلام السليماني اللي اتعملت بالعرض وحطها اذا الجزائر تلعب طول المباراه والبديل عندها هي عندهم فرقتين يعني مش هتحس بيوسف عطال ده لما تعور يمكن كميكانيزم بس في رقم يا كابتن شريف وكابتن فتحي وكابتن عادل يوسف عطال من اكثر اللاعبين طوال البطوله قاطع للكرات كل شيء الحقيقه قاطع للكرات بيدافع بنسبه 100% وبيهاجم بنسبه 100% وبيغطي وبعدين بيمسك دايما اهم العناصر في الفرق السنغال ماسك ماني في امبارح ماسك اخطر واحد راجل بيلعب فيها ريال هو اللي ماسكه مع ان تكوينه الجسماني واضح لا خجية. واضح عنده الاداء الدفاعي الفردي الاداء الدفاعي الفردي لعيب كويس ما انت النهارده اللعيب الاداء الفردي واداء جماعي فكرنا بكابتن فتحي مبروك دفاعيا النهارده لو لعيب دفاعيا كويس النهارده ونفس بتقدر زي هقول لك زي مثلا زي شط شط كان دفاعيا هايل لما بتحب النهارده لو واحد النهارده بلاي ميكر في فرقه او بتقول له العب يا شط معاه بيقعد بقى طول الماتش يقرف طول الماتش يقرف فهي بتبقى ملكه النهارده الدفاع الفردي للعيب النهارده لعيب كويس دفاع فردي خلاص بتقدر توجهه تقدر تلعبه حتى توظفه في اي مركز يقدر مدى تاثيره على المنتخب الجزائري في مباراه نيجيريا لان في مباراه نيجيريا انت عندك على الاطراف في لعيبه مستوى عالي جدا احمد موسى في جنب الشمال بيروح للطرف في صامويل ساكوزي في امكانيات متميزه واصابه يوسف عطال من وجهه نظرك تبقى نقطه ضعف في منتخب الجزائر امام نيجيريا يا كابتن فتحي
هو بص انا واثق تمام الثقه ان جمال بن معطي هيبقى حريص جدا جدا في تكتيكه في مباراه نيجيريا. ليه؟ خلينا برضو بنتكلم بواقعية. نيجيريا على فكره برضو من النوع اللي بيدافع كويس، وعندهم بقى الحاجات السريعه اللي هي المرتدات. عنده احمد موسى في الجنب الشمال، ده لعيب خطير صحيح. يعني لعيب في ثانيه كده تلاقيه عامل دريبلينج، هو بس الفينشنج بتاعه اللي دايما يعني مش كويس قوي، ولكن هو مؤثر جدا في الناحيه الهجوميه. عشان كده بقول لك جمال بالماضي ممكن يفكر يبقى في دفاعه 10 على 10، ممكن يخلي الظاهرين في اول شوط ويخليهم هادين طبعا. لا والوقت ضيق منهم طبعا المبارتين. والوقت ضيق، وفي نفس الوقت هو مش عايز النهارده يبقى الناس بتنطلق وفي ثغرات لان فرقه نيجيريا من النوع اللي برضه بيلعب على فكره بيلعب تاف جيم، بيقطع الكوره وبينقل، ما بينقلش بقى استحوذ وكلام من ده، لا ده هو على طول بعكس فرقه الجزائر. فرقه الجزائر بتستحوذ وبتنقل وبتفكر، لا ده على طول بيشتغل على الاطراف على احمد موسى. فانا بقول لك ان دول هتبقى في خطر. اجاله طبعا ده راس حربه خطير كمان وبيتحرك كتير قوي، ومع انه سنه كبير ولكن من اللعيبه المميزه. اه طبعا من اللعيبه المميزه في فرقه نيجيريا. وفي نص ملعب اليكس اويبي. ايوه فانا بقول لك غالبا جمال بن ماضي برضه هيفكر تفكير ايجابي في هذه المباراه، بحيث ان وارد برضه يقدر يستغل ضربات ثابته كويس قوي. في اللي عنده برضه استغلال ضربات ثابته يقدر يستغل عناصر كويسه عنده، ولكن هو التامين الدفاعي والتنظيم الدفاعي ده بقى عامل مهم جدا جدا لفرقه الجزائر في ماتش نيجيريا يوم الاحد. طيب كابتن شريف، انا معايا تصريحات للمدرب الالماني غيران ترار مدير الفن للمنتخب النيجيري، قايل تصريحات فيما معناها اشعر انها تصريحات سياسيه، بمعناها ان هو بينيم المنتخب الجزائري قبل المباراه. قال لك جمال بالماضي افضل مدرب في البطوله حتى الان، قال لك الجزائر هي المرشح الابرز للبطوله وعلى الاقل تستحق التاهل للنهائي. يعني هو شايفها من قبل ما يلعب معاها ان هي كعبها عالي على المنتخب اللي بيدربه. قال كمان ان الجزائر بتمتلك افضل لاعبين في البطوله، قال افضل دفاع موجود في منتخب الجزائر. قال ادم والناس نجم نادي نابولي، انا اعرفه لما كان لسه بيلعب في بوردو الفرنسي. معظم تصريحاته على المباراه كلها رايحه في سياق المنتخب الجزائري. الراجل حل المنتخب الجزائري صح. يعني ما قالش حاجه غير اكتر من احنا بنقوله كمان، ان هم يستحقوا الحقيقه. انما هو في عامل بدني، عامل حاله للتفوق فريق الجزائر. يعني ممكن يبقى عندي اللعيبه دي كلها، دي تصريحات نفسيه او شحن معنوي لفرقته. انتوا هتلعبوا فرقه كبيره، لازم نحترمها. احنا لما بنيجي ايام كان فتحي ما بلعب معاه وكمان كنا بناخد العناصر المهمه في اي فريق بنلعبه. يعني اقول هناك في نادي الزمالك يعني شحاته فاروق جعفر علي خليل نلعب على دول. هو الراجل بيعمل نفس الكلام، انه بيشحن لعيبته ان في كذا عنصر جامد جدا في الجزائر، لازم احنا نبقى اقوى شراسه في المباراه عشان نوصل للفاينل. فالفرقه دي مرشحه انها توصل فاينل، فعلى لعيبتي انا احترم هذا الفريق. هو بيحترم هذا الفريق في تصريحاته، والفريق فعلا فريق محترم جدا، قدم لنا 10 اهداف دخل فيه هدف واحد، يعني بالزبط. من احسن النتائج واحسن الاحصائيات كلاعبا ونتيجه وكل شيء. وهم من الاول خالص كلنا كنا بنقول ان الجزائر والسنغال فاينل، يعني ما حدش فينا خرج بره. حتى ما الجزائر كسب السنغال قلنا برضو الفرقتين دول احسن فرقتين يقدروا يوصلوا الفاينل. من التماسك بتاعهم، الحاله البدنيه، كم اللعيبه اللي موجوده عندها فرديات وعندها انطلاقات وعندها تنفيذ للمدير الفني. اتنين مديرين فني قاعدين جنبك يتمنوا ان يكون عندهم فرقه زي المغرب، فرقه زي الجزائر، فرقه زي كوت ديفوار، فرقه زي نيجيريا. الفرق دي اي واحد يتمنى دلوقتي في المجموعه دي ان هو يمسكها تدريبيا. فالراجل ما غلطش الحقيقه مدرب نيجيريا. انما في زي ما انت قلت نفسيا، ساعات الراجل بيلعب على الحكايات النفسيه دي انه يطمن الدنيا، احنا جايين وعاملين لكم مليون اعتبار يعني. وانتوا تستحقوا الوصول النهائي يعني. لا هو بيتكلم بواقعيه بيني وبينك. يعني هو اتكلم واقعي جدا، هو اي حد النهارده هيتكلم على منتخب الجزائر نفس الكلام اللي قاله المدير الفني الاجنبي او الالماني لفرقه نيجيريا هيقول نفس الكلام ده. ان فرقه الجزائر بتمتلك عناصر كويسه زي ما اتفقنا، في وسط الملعب عندهم عناصر ما شاء الله كلهم هدافين، عندهم عناصر هايله، فرقه بتلعب تكتيك عالي، فرقه بتلعب بروح، كل هذه الامور حاجه واقعيه. هو مش النهارده بيعمل غموض او بيخلي فرقه الجزائر تنام، لا. حتى لو فرقه الجزائر عرفت هذه التصريحات، ده هم بيلعبوا على بطوله. انا مالي ومال تصريحات المدير الفني، انا بلعب على بطوله،
كل التصريحات دي هو بيقولها، ولكن انا عندي هدف ايه؟ اللي عندي الهدف جمال بالماضي واللعيبه اللي موجوده والجماهير الجزائريه اللي حضرت المباريات واللي بتحضر دلوقتي عندهم هدف الوصول ان هم ياخدوا هذه البطوله. وانا بقول ان احسن فرقه تستحق بامانه الجزائر. الجزائر كل عناصر كل عناصر مقومات كره القدم موجوده في فرقه الجزائر. وانا هقول لك حاجه فاتي، نيجيريا هتقطع الجزائر. انا حاسس انا حاسس ان الجزائر وقعت شويه بدنيا ضغطا واللعيبه بتقع منها، وحسيت ان هم لا في ريكفري لا وفي يوم زياده، وحسيت ان نيجيريا في طالعه بكيرف عالي جدا في الاستعاده وفي الاستشفاء. نيجيريا غير كوت ديفوار، نيجيريا بتتحكم في نص الملعب كويس قوي، عندها من اللعيبه اللي بتتحرك في الملعب باستحواذ وعندهم ثقه ان هم يهاجموا اي ديفنس. انا حاسس ان فرقه الجزائر تعبت شويه، فهتقابل مباراه مش سهله، هتبقى اقوى بالنسبه لهم صح من مباراه كوت ديفوار. طيب كابتن عادل، تتذكر مباراه نيجيريا والجزائر سنه 88؟ كانت بطوله افريقيا، ودي تاني مره الجزائري تلعب مع نيجيريا في الدور نصف النهائي. بس مباراه 88 كانت ماراثون طويل، يعني المباراه انتهت بتعادل ايجابي واكسترا تايم حوالي 10 11 ركله جزاء، لدرجه حتى ان الحراس المرمى وصلوا لعبوا ركله جزاء. الجزائر احنا عمالين نتكلم عنهم مقاتلين و الى اخره. الفريق الوحيد زي ما قال كابتن فتحي وكابتن شريف متعوا القاره الافريقيه من الاداء الفني. بيقول لك ازاي ادافع وازاي اهاجم، ومن حراسه المرمى لبدايه الهجمه للناس اللي بتكمل من نص الملعب علشان تجيب اهداف، من الناس اللي بتامن الجول بتاعها لدرجه ان حارس المرمى خلال الاربع مباريات ما تحسش ان في حاجه راحت له، لان العشره اللي قدامه عاملين الواجب الدفاعي بنسبه 10 من 10 بالظبط. الجانب الهجومي تبص تلاقي باستمرار مشكلين خطوره في الكورنر، في الفاولات الثابته، في الاختراقات من اليمين والشمال، في التسديد من خارج ال 18 او المندفع من الخلف. كل الحاجات دي امور مشتركه متعوا بيها الناس من خلال الاداء، ومن خلال حتى مش ال 11 اللي جوه الملعب، الكاميرا حتى لما بتيجي على البدلاء وعلى الجهاز الفني ترابط غير طبيعي ما بين الجهاز الفني والدكاتره والاداريين والبدلاء. مشهد نهايه المباراه بيفكرني بالشهد والدموع. مش ممكن الماتش ده انا بقول ان هو زي ما بقول الكابتن شريف كده، انه قرصة ودان. على الرغم ان انا بقول لك برضو عندهم العذر ان هم لعبوا في درجه حراره ودرجه رطوبه غير طبيعيه، هم جايين من القاهره. لا لا عليهم مش لا 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 عندهم المبرر، وعندهم برضو المبرر ان هم ما حدش منهم تجاوز او اعترض على الظلم. انا 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 لو يعني حرام الظلم التحكيمي، كان ممكن جدا حارس المرمى يطرد، كانت المباراه يبقى واخده اتجاه تاني. الى جانب العنف، الكوع اللي بيطلع ويروح واخد الراجل في كوع، الكوع ده مميت. فطبعا الكلام ده كله ولا اعتراض، فطبعا ما فيش شك ان تيم الجزائر امتعنا ككوره، امتعنا كجوانب نفسيه، الجمهور بتاعه كمان امتعنا بالتشجيع المحترم، ما فيش تجاوزات، الترابط اللي ما بين الناس كلها. ما فيش شك ان الامور الفنيه في ماتش نيجيريا اعتقد هيبقى ليها دور، والجانب البدني هيبقى ليه دور. وطبعا عمليه الاستشفاء زي ما قال الكابتن فتحي كده وكابتن شريف، ان عمليه الاستشفاء انت لاعب امبارح الخميس وهتلعب الحد، يعني ما فيش 48 ساعه. وبعدين انت طبعا هترجع القاهره، انت مش هتلعب في السويس، هترجع القاهره. فطبعا كل الامور دي محتاجه نوع من الماتش ده هيدي دفعه غير طبيعيه للاعيبه الجزائر. هيبقى ماراثون طويل زي 88؟ لا ما اعتقدش. انا تيم الجزائر انا برشحه من البدايه ان هذا التيم هيمتعنا كوره وهيمتعنا النتيجه، لانه فعلا فريق متكامل. وده بيقول لك الاداره لما بتكون ناجحه بتختار مدير فني على درجه عاليه، بيختار لعيبه وازاي يالف بينهم جوه الملعب وبره الملعب، وازاي بينفذوا تعليماته وما فيش صغير وكبير. الامور دي كلها اللي هي بتاعت النادي الاهلي. تمام. كابتن فتحي، فاكر بطوله 88؟ كنت ساعتها موجود في منتخب مصر؟ لا كنتش لسه، كنت رحت 89. رحت 89. البطوله دي كان الماراثون المعروف في المباريات كانت مباراه الجزائر ونيجيريا 1-1، وماراثون ركلات جزاء 11 ركله جزاء. ودي المباراه الثانيه في الدور نصف النهائي بين الفرقتين بعد حوالي
نقول كم سنه 31 سنه ممكن يبقى ماراثون ولا بص يعني انا عندي كده احياء فني ان فرقه الجزائر ممكن تكسب هذه المباراه من الاول مش هتلجا لا ولا اكسترا تايم ولا ضربات جزاء. خلي بالك برضو فرقه الجزائر زي ما اتفقنا هو هيعمل ريكفري عنده ريكفري الجمعه والسبت وبعد كده عندهم بقى الاداء زي ما قلت لك جمال بالماضي مش هيفكر التفكير الاندفاعي بقى انه مش عارف ايه لا ده هو هيفكر بذكاء النهارده ما هو لازم يكون اتفرج على فرقه نيجيريا ولازم يكون السفارات كل مدير فني النهارده بيبص على الفرقه اللي هيواجهها فجمال بالماضي انا شايف عنده من الذكاء ومن الخبره الفنيه ان هيقدر يكون منتخب الجزائر نكسب هذه المباراه بالرغم زي ما قلت لك من قوه فرقه نيجيريا بيلعبوا ب 4-2 ساعات بيلعبوا 4-3-3 بيلعب 2 على الطرف وراس حربة إيجالو ده بيلعب إيجالو بيلعب 2 على الطرف احمد موسى على الطرف الشمال ولكن فرقة الجزائر زي ما قلت لك فرقة الجزائر عندهم لعيبة كويسين جدا يعني تقدر تستغل كل ثغرة في خط دفاع وكل ثغرة في خط دفاع نيجيريا يعني عندك اسماعيل بن نصر ده بيتحرك يوسف بليل ده بيتحرك كلها حاجات من العمق ليه ان بونجاح دايما لو تلاحظ تحركاته كلها ناحيه الشمال رياض محرز تلاقيه في اليمين فبيخلق ثغرات هنا في خط الدفاع النهارده اللي يقدر يستغلها يوسف بلاي الناس اللي بتيجي من تحت بقى يوسف بلاي اسماعيل بن ناصر في جول يمكن حتى في جول بيسجل دلوقتي فكل هذه الامور رياض محرز فانا شايف ان فرقه الجزائر ممكن تستغل اخطاء دفاعيه في خط دفاع نيجيريا وتكسب هذه المباراه وما توصلش الاكسترا تايم ولا ضربات جزاء كابتن شريف نيجيريا واجهت الكاميرون كانت مباراه قويه وكبيره وكسبت 3-2 واجهت جنوب افريقيا كسبت 2-1 معدل التهديف بتاعها عالي في مرحله الادوار النهائيه عن دور المجموعات بالاضافه لده الجزائر عندها ازمه تانية في 3 لعيب عندهم انذار لو خدوا انذار في هذه المباراه قد تؤثر عليهم لو وصلوا المباراه النهائيه طبعا اسماعيل بن ناصر عدلان قديورة ورامي بن 70 قوه نيجيريا الهجوميه مع 3 لعيبه دفاعيه في الجزائر عندها انذارات كيف سيتعامل جمال بالماضي مع هذا الامر وكيف سيستطيع المنتخب النيجيري ان هو يقدر يحسم المباراه بمعدل تهديف عالي لحققه في المباراه الاخيره ولا حد هيبص للانذارات ولا انا عندي هدف في الكاس الجزائر رايحه بادائها بالحاله البدنيه بلاعبتها ولعب مباراه بدون الفريق الاساسي قوم الاساسي وكسب فهو محضر نفسه شكلا وموضوعا للبطوله للكاس الحاله البدنيه هي الفيصل هي اللي هتحدد لي ازاي انا اواجه فرقه زي نيجيريا نفس الشكل نيجيريا عارفه قيمه الجزائر بس خط النص بتاعهم قوي جدا وامدادات تحركات اللاين فيرود بتاعه هتخليه بيقابل فرقه الجزائر بيحرك فرقه الجزائر فرقه الجزائر لازم سوري بعشان صوتي لازم يكون عنده نفس الشكل اللي شفناه من اول بطوله الحاله البدنيه قويه جدا الاشتراكات الالتحامات السرعه بتاعه الاجناب اي حد مش موجود فيه تعويضات مفيش واحد هيفكر ان انا عندي انذار فهقلل من الريتم مش هينفع ومش هينفع يغيره ويحط بديل لي في ماتش زي كده بالظبط سيمي فاينل خلاص راح منه في الماتش ده ارجلك عنده البديل كويس قوي فالاثنين هيلعبوا اوبن جيم عاملين حساب لبعض هجمه هنا وهجمه هنا زي ما انت قلت شفت ماتش نيجيريا وكاميرون انا كنت مرشح كاميرون مثلا قبل المباراه ما تعرفش الماتش هيخلص امتى فرقه بتغير من اسلوبها بتلعب ب 4-3-2-1 وفرقه بتلعب ب 4-3-3 اول ما بيجيبوا جون بيرجعوا لورا تاني دخل فيهم جونين بالظبط فده اللي هيحصل في ماتش نيجيريا والجزائر اللي هيقدر يجيب جول في الاربع فرق مش فرقه نيجيريا والجزائر تونس والسنغال عندهم من اللعيبه امكانيات انه يجيبوا جون ويعوضوا ويكسبوا تمام بصوتي ده طبعا نطلع مش هينفع صوتك مع مين مش هينفع اوصل لك الاحساس اللي هو موجود دلوقتي على الوجه مش قادر اقول لك الخزري وفرجاني في تونس مثلا طب ناخد فرصه لالتقاط الانفاس فرجاني ساسي الناس دي كل الفرق موجوده فيها تمام انت مالك نطلع فاصل ونرجع وتشوف هندي صوتك لمين ناخد فرصه كده او ناخد فاصل لالتقاط الانفاس ثم نواصل حديث مع نجومنا الكبار في كان مصر 2019
اهلا وسهلا بحضراتكم بعد الفاصل، وكانت فرصه لالتقاط الانفاس بعد الحديث عن مباراه الجزائر ومنتخب كوت ديفوار في الدور ربع النهائي. لكن يبدو مباراه الجزائر ونيجيريا في الدور نصف النهائي هتكون مباراه قويه بنفس الاداء اللي كان موجود في الاستوديو التحليلي، والحديث عن هذه المباراه القويه اللي جعلت حتى الكابتن شريف خلاص يعني وصل من كتر ما اتكلم عن المباراه خلاص يعني عمل لقاء وعمل معدل بدني كبير جدا في الحديث عن هذه المباراه. انا صوتي راح في ماتش مصر بصراحه، صوتك راح في ماتش مصر وجري كتير لحد دلوقتي مش عارف اجيبه اكتر منهم، جري كتير مش عارف اجيبه تاني لحد. لا الف سلام عليك يا كابتن شريف. سلام طيب. كابتن شريف، كابتن عادل، مباراه تونس، تونس ومدغشقر مش هنتكلم عليها كتير لان هي مباراه ممكن على الورق اسهل مباريات دور الثمانيه، لكن تونس استفادت من المباراه بغض النظر عن التاهل، هل استفادت الاستفاده القصوى عشان تعدل مزاج الكره التونسيه والمنتخب التونسي والاعلام التونسي كمان يبقى دعم المنتخب التونسي قبل مباراه دور النصف النهائي؟ الحقيقه كانت مباراه من جانب واحد، وبالتالي عمليه الثقه اللي المباراه اديتها للجمهور واديتها للعيبه ما فيش شك انها هتفرق معاهم في المباراه اللي جايه. فريق مدغشقر بدل البدايه بتاعته مرعوب تقريبا من تيم تونس، ما بيهاجمش، وحتى لو حاول يعمل المرتده ما كانش قادر ان هو يعملها بالشكل المفروض. لكن مش عاجبني الدكه بتاعت الفريق التونسي، في خلافات ما بين المدير الفني وما بين المدرب وظهرت في 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 الشاشه. ثم لما جه الهدف الثاني ابتدت الامور تتصلح، لما جه الهدف الثالث الامور ابتدت تتصلح. إذن أنا منتظر غلطة من المدير الفني علشان إن أنا يبقى فيه مشكلة. هو فعلا فيه مشكلة؟ هو فعلا فيه مشكلة؟ أنا ما أعرفش فيها مشكلة ولا لا، بس أنا المنظر ده ما ريحنيش. إحنا كنت شرحت لنا، إحنا كنا مستغربين. أنا مش مرتاح، لأن أنا تونس طبعا بالنسبة لنا بلد كلنا بنعشقها وكلنا بنحبها، فالمنظر ده قارنه بتيم الجزائر. هقول لك اللي حصل يا كابتن عادل وكابتن شريف وكابتن فاسل. الفكره في ايه؟ بعد تاهل تونس لدور من دور المجموعات بثلاث نقاط بثلاث تعادلات واداء باهت، كان في حمله اعلاميه كبيره جدا على الان جريس. وديع الجري رئيس الاتحاد التونسي تدخل واقال المساعد الاول لالان جريس وهو فرنسي، وهو المساعد اللي دايما موجود مع الان جريس في كل المنتخبات اللي دربها سواء في مالي او السنغال، واعطى وديع الجري رئيس الاتحاد التونسي تعليمات لحمد القصراوي مدرب الحراس وماهر الكنزاري المدرب المساعد ان كلهم صلاحيات فنيه مع الان جريس. ده ظهر في مباراه غانا، قرار تغيير الحارس ما كانش قرار الان جريس، كان قرار مدرب حراس المرمى القصراوي. مباراه الامس كان في تغييرات لماهر الكنزاري على الان جريس، بس يوصل اللي هو يشوح له يعني يتكلم معاه ويشوح له خلاص. دي دعم رئيس الاتحاد، ده دعم رئيس الاتحاد، ورئيس الاتحاد ادهم الصلاحيات الفنيه ان هو تدخل، ان هو النهارده حس ان الناس كلها قلقه من الان جريس، وقالن جريس ما قدرش اللقاءات الاولى لمنتخب تونس، والناس كلها ما كانش فيه ثقه فيه. حتى لما بتيجي تتفرج على فرقه تونس في اول مباراه تحس ان فرقه عاديه جدا 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 بالزبط. كمان وما كانش اي حد يتخيل ان تونس هتوصل للادوار النهائيه، ما كانش اي حد. بالتالي طبعا حتى حارس المرمى وهو بيتغير طلع برضه بيشوح، فهنا دور على الاداره، يعني برضه الاداره رئيس الاتحاد حاجه زي دي مش المفروض انها تحصل في خلال المباريات. تيم تونس الحقيقه امبارح ادى مباراه طيبه، لكن المنافس بتاعه دون المستوى، يعني تيم مدغشقر مش هو ده التيم اللي احنا شفناه قدام الكاميرون. وصلوا للمرحله خلاص يعني، وصلوا للمرحله دي نهايتهم نهايتهم يعني. لكن ما فيش شك ان هو برضه عمليه التغيير، يوسف المساكني كان نجم المباراه، ومع ذلك الراجل في اخر 10 دقائق لما اطمئن للنتيجة راح صاحبه، بحيث ان هو بدنيا هو لسه مش كامل. وكذلك برضو فرجاني ساسي برضو راح مطلعه برضو بحيث ان هو يخليه اللي يبقى فيه مباراة السنغال يجهز مباراة السنغال وكده. لكن ما فيش شك انه تيم تونس رجع، واتمنى ليهم التوفيق في الماتش القادم ان شاء الله. كابتن فتحي تعليق على هذه المباراة بالمقارنة كمان تونس والسنغال، هيبقى منافسة تانية او ماتش تاني؟ لا هو بص، تونس استفاد امبارح قوي من اخطاء في فرقه مدغشقر، وكل الكور حتى الثلاث اهداف اللي جم تحس ان هم حاجات كلها يعني. اخر جول تعالى بص، اخر جول 2-1، اخر جول فرقه مدغشقر كلها بتهاجم في ثغرات كتير، اخر 2-1 سجلوا من الهدف الثالث. كل الاهداف اللي بتيجي من تونس على فكره بتيجي كور عرضيه، انتشارهم كويس جدا داخل ال 18، اللي بيفكر دائما ان هو بيرفع الكوره او بيلعبها على الارض بيفكر كويس قوي في زميله، يعني بيلعبها صح 100 100 يعني. حتى بدليل
بدليل امبارح ان فرجاني ساسي يمكن برضو اشتغل في الحته دي وسجل هدف جت في دار الراجل وسجل منها هدف. كل اهداف تونس امبارح في الشوط الثاني تحس ان تونس كان عندها الرغبه بعكس الشوط الاول. يمكن الشوط الاول فرقة مدغشقر كانت متماسكه كانت بتدافع كانت بتهاجم كويس قوي 0-0 ولكن فرقه تونس الشوط الثاني تحس ان فرقه تونس رجعت لطبيعتها اللي احنا بنتفرج على فرقه تونس. فرقه تونس دفاعيا كانوا كويسين حتى في الجانب الهجومي ابتدوا يشتغلوا على الشق الهجومي السريع. مفيش بقى الاستحواذ ومفيش ان مش عارف بينقل الكره ببطء، لا ده هم ثلاث هجمات والناس مكمله من وسط الملعب سجلوا ثلاث اهداف في فرقه تونس. انا شايف ان برضو من القوه ياسين الخنيسي طبعا لعيب هايل طبعا اللي عندهم نعيم السليتي حتى اما لعب نعيم السليتي يسجل هدف. فالناس البدائل في عنده بدائل كويسه يعني في بدائل كويسه ولكن ثقه الجماهير انا شايف ان ثقه الجماهير ابتدت يعني برضو تميل نوعا ما للفرقه تونس مش للجهاز الفني للفرقه بالظبط للفرقه. يعني دليل ان حتى امبارح في لقطات جت بعد الماتش ان الجانب التونسي او الجماهير التونسيه مبسوطه جدا من الاداء ومبسوطه جدا من النتيجه وبتقول ان فرقه تونس دي ممكن تكون مرشحه للبطوله. فاتمنى ان فرقه تونس مباراه يوم الاحد ان شاء الله تعمل ماتش كويس مع السنغال لان فرقه السنغال برضو من الفرق اللي بتتمتع باللياقه البدنيه العاليه جدا زائد طبعا التكوين الجسماني القوي جدا. فاتمنى ان فرقه تونس تبقى فعلا اداء زي مدغشقر كده وتاخد درس من مباراه مدغشقر في نقل الهجمه السريعه لمرمى السنغال. كابتن شريف سؤال سهل وسؤال بسيط، مين اللاعب اللي بيعجبك في اداء المنتخب التونسي في الناحيه الهجوميه؟ لان انت دايما بتميل لاعب عايزك تقول هو ساسي ومساكني والخزري وهب الخزري الثلاثه دول الحقيقه فنيات يعني عندهم الفنيات اللي يقدروا يخترقوا اي دفاعات موجوده ويعمل لك اهداف اسيست اي حاجه بتبقى في مجال كره القدم يعني. طبعا لازم يتعبوا جدا، اللعيبه هي اساس الوصول للفاينل في الدور ده. اللاعب هو الجهاز الفني عمل عليه خلاص. انا كلاعب دلوقتي لازم اجهز نفسي باقصى مجهود اوصل للفاينل عشان شعبي وعشان جماهيري. اذا كان في الاربع فرق ما بقتش اسماء بقى مجهود مبذول جوه الملعب. جوه الملعب للعيبه نفسها. يعني حضرتك بتسالني مين؟ كلهم لازم يبقوا على وتيره واحده. بيلعبوا جامد بيروحوا ويرجعوا حاله بدنيه مهالي نفسهم كل واحد بيطلع اكتر ما عنده لغايه لما المدرب يغيره. فالاسماء كلها بصراحه مؤهله نفسها ان لو جه فيها جون تقدر تعوض. بيعرفوا يروحوا للجون وبيعرفوا يستقبلوا اهداف بيعرفوا يلعبوا على الاطراف بس الفرقتين على مستوى. فنيات بقى ساديو ماني ولا المساكني ولا الاسماء الكبيره اللي احنا بنشوفها معرض هم دول اللي هيعملوا فارق في الكوره لما بتجيلهم. تمام. اعتقد ان هو ده اللعيبه الشكل يعني. طيب كابتن عادل مباراه تونس والسنغال على الورق هي المباراه الاقوى بالمقارنه بمباراه نيجيريا والجزائر لان السنغال مصنف رقم واحد في افريقيا، تونس مصنف رقم اثنين في افريقيا. هل تتوقع ان مباراه السنغال وتونس هتكون هي الاقوى عن مباراه الجزائر ونيجيريا؟ في شك. لانه انا بشوف ان السنغال من وجهه نظري اقوى من نيجيريا عناصرها عندهم من تونس قصدك اسف لا انا بتكلم على السنغال نيجيريا ونيجيريا انا بقول للسنغال اقوى مستوى الاربع فرق يعني. وبالتالي السنغال عندهم من بدايه الهجمه واستثناء حارس المرمى لان حارس المرمى الرئيسي بتاعهم الاساسي بتاعهم اصيب والحارس اللي موجود كان ممكن يعمل لهم مشكله في قلش كوره كده راحت رايحه كانت داخله جول وكان ممكن جدا يعني يطلعوا من البطوله نتيجه الخطا ده. لكن فريق بيلعب بروح عاليه جدا وبعدين عندهم التحامات السرعات في خط الظهر وفي خط الهجوم سرعات كثيره جدا لدرجه ان بعض احيانا بيبقى فيه اخطاء فنيه لكن على طول بيتداركوا وعمليه باستمرار المداراه على خطا الزميل التغطيه على الجانب الاخر اللي بيشكلوا وبيعملوا هجمه وجمله في كل ماتشاتهم. الجول اللي جه الماتش اللي فات يا كابتن فتحي كابتن شريف لعيب وسط ملعب مندفع من الخلف مع ماني مندفع من الخلف ودي بيعملوها باستمرار رقم 5 بيعملوها باتقان واخد حذره ومقفل الحته دي ومع ذلك
في 3-4 ومع ذلك بيروح ويلعبها برضو في الزحمة دي والاثنين الثلاثة يروحوا رايحين بحيث ان هو يخلصها. وبعدين نشوف الفرق عامل زي واحد راكب مرسيدس واحد يعني راكب فيات سوري يعني في التشبيه في المقارنة يعني. لكن الراجل بعد منير ادهاله الراجل بتاع بنين عايز يروح التاني سابقه بخطوتين من فرق بين مرة ويروح حاططها. مفيش شك انه تيم السنغال زي ما حضرتك قلت كده التصنيف بتاعه وافراده على الرغم من قلبي وكل احاسيسنا كلها مع تونس اكيد، لكن انا بشوف ان السنغال فريق قوي جدا. وبرضه عمليه صعود زي ما قال الكابتن شريف والكابتن فتحي عمليه الصعود ديت مهمه جدا. وبعدين الاصرار لان الناس دي محترفه زي ما انت قلت كده. المدرب الالماني مش هينيم الجزائر. ينيم الجزائر يعني ايه؟ لا، الكلام اللي بيتقال طبعا بره مش انت اللي يقول لك ان هينيم مين؟ ده تيم فيه عناصر وناس محترفين وفي شعب وراه وفي جهاز فني وفي اداره وفي مش كلمه مدرب هتخليني انام فين؟ لا مش انام، ده في طيارات جايه جايبه شعب عشان هتضرب السنغال. لا مفيش نوم، نوم مين؟ مفيش نوم. فطبعا تيم السنغال هتبقى زي ما انت قلت مباراه هتبقى يعني في غايه الروعه من الاداء. واعتقد كنا نتمنى المنتخب المصري يوصل، لكن الاحق بالوصول لاربع فرق اللي وصلوا فعلا هم الاحق. نسيت اقول حاجه، جنوب افريقيا لازم نضرب لها تعظيم سلام. الفريق ده بيلعب كوره عاليه جدا واحنا شفناه لسه بيتكون. احنا شفنا الفرقه دي عملت ايه في الماتش اللي فات. يعني انا يعني يعملوا كل حاجه في الكوره. هو خطا الحارس اللي ذهب بنيجيريا للدور نصف النهائي بكل سهوله. تخيل 88، تخيل يعني في كورنر في الدقيقه 88. ايوه بس كمان ديفنس ايه ده، في سته من الديفنس قدام حارس المرمى طلع هو حتى في توقيت غلط. بس هو طلع الدفاع خلاص خبطت في بطنه يا كابتن. ده الراجل النهارده ده بطن رجله، ده بطن رجله الحارس طلع. ما هو كمان محمد كان قدامه سته من جنوب افريقيا، سته من ديفنس جنوب افريقيا، الاثنين واقف كل السته دول واقفين غلط، حتى مش مديله فرصه حتى طلع في توقيت. شفت الثقه في اخر وهم متعادلين 1-1 قعدوا ينقلوها في الجنب اليمين يجي 7-8 لمسات، واحده 2-3-4 ما تعرفش هيلعبها لمين. المفروض يبقى الراجل الوينج رايت هيلعبها له، تبص راح لعبها للراجل اللي في العمق على ال 18، لا على ال 18 روح مرجعها له، روح عاملها في العمق في العمق روح مديها له تاني. فكر مدير فني، ما دي بتبقى جزء من الوحده التدريبيه الهجوميه. الناس اللي عايزه تفكر مرنين عليها، اللي عايز يفكر في الحاجات دي. مش كل كور النهارده من الجناب، انا النهارده لازم اشتغل في العمق، النهارده لازم احط الكره راس الحرب راس الحرب، مين اللي هيجي لي النهارده، مين اللي هيختارك، كل هذه الامور دي وحده في التدريبيه اللي ثقه طبيعيه طبعا. طيب كابتن فتحي، في عنصر مشترك ما بين السنغال وتونس وهو ضعف مركز حراسه المرمى. هنا الحارس الاساسي في السنغال اصيب، فالحارس الثاني عنده اخطاء كارثيه. ايضا حارس تونس ارتكب اخطاء كارثيه في مرحله دور المجموعات وظهر بشكل غير لائق لما استبدل ونزل فاروق المصطفى مكانه. ده عنصر مشترك ما بين المركزين في المنتخبين. ده ممكن يدينا تنبؤ ان المباراه هيكون فيها نسبه اهداف عاليه. لا مش شرط والله، نفس الفكره. لا مش شرط يعني الاهداف، نسبه الاهداف العاليه زي ما قلت لك هي تحكمها كلها تكتيك مدرب واسلوب لعب مدرب. الشرط النهارده شوف اخطر حاجه على فرقه تونس على فكره عشان تبقى عارف كمان، الضربات الثابته. ضربات ثابته يعني السنغال النهارده طبعا زي ما قلت لك عنده ناس طبعا في خط الدار ما شاء الله عمالقه، يعني دي برده ممكن من الحاجات اللي هتاثر على مستوى الدفاع التونسي. مستوى الدفاع التونسي طبعا المرمى في تعامله مع الكرات العرضيه، معز حسن طبعا يمكن في الاول اخطاء كانت غريبه قوي، يعني حتى كور يمسكها كده تقع منه في المرمى، فكان في هزه في الثقه. ولكن في ضربات الجزاء الترجيحيه لما نزل حارس المرمى الثاني، دي وجهه نظر المدرب حراس المرمى ان بيكون ممكن يكون اميز من معز حسن، ممكن يكون عشان كده معز كان طالع متضايق ان هو اتغير وان هو ما حدش متفق معاه، ما كانش قرار الان جريس. هو طلع متضايق يعني، هو طلع متضايق، ولكن دي وجهه نظر مدرب حراس المرمى اللي بيشتغل، ما هو عارف امكانيات كل واحد، عارف الامكانيات. حتى في الوحده التدريبيه تلاقي اللعيبه اتمرنت على ضربات الجزاء وشاف مين الاميز، فعشان كده حصل تغيير. ولكن معز حسن يعني انا شايف ان هو برضه ممكن يكون نقطه ضعف في حراسه المرمى منتخب التونسي. طيب كابتن شريف، معدل الاعمار تونس اقل المنتخبات في البطوله كلها، معدل اعمار متوسط العمر بالنسبه للمنتخب التونسي 24 سنه. ده مدى اهميته للمنتخب التونسي في خلاص الرمق الاخير
من البطوله. الناحيه البدنيه هتبقى مؤثره على المنتخبات الاربعه، لكن تونس عندها ميزه ان معدل اعمار اقل من كل المنتخبات. لا بس فارق واضح بينها وبين السنغال على المستوى الفني. مهما كان سن اصغر اي حاجه، الخبرات هناك وقيمه التسويقيه بتاعت فرقه السنغال اعلى بكتير قوي بالنسبه لفرقه تونس يعني. فاحنا بنتمنى تونس تكسب حقيقه، وبتمنى الجزائر تكسب. هو لقاء عربي يبقى حلو قوي، فاينل عربي تبقى حاجه حلوه قوي. منتظر بصراحه يعني. عارف كمان دي سوريا كبسيف، معلش عارف ليه؟ هتلاقي المدرجات. انا سعيد ان انت مقاطعني. لا انا قصدي، لا والله بجد انا النقطة معلش انا اسف، النقطه مهمه جدا. لو اللقاء بقى تونس والجزائر فاينل، هتلاقي المدرجات مليانه جماهير. ودي عرب ومصر كمان. ايوه هتحيي كمان البطوله وتحيي الحاجات اللي حصلت في البطوله والتنظيم وكل هذه الامور. معلش انا اسف يا كابتن. لا ده انا عايزك اتكلم بقى، اتكلم بقى انت عايزك تعمل تقطيع دفاعي ورايا. لا اتكلم انت فنيا بقى. اتكلم في الحلم او كح يعني، اتكلم او كح. انا عندي مشكله في زوري جامده. لا السلام عليك يا كابتن شريف. الاعمار السنيه طبعا بتفرق، بس فنيات اللي موجوده في الاربع فرق مرشحه جزائر وزي نيجيريا بالظبط، انما السنغال اسهمها اعلى. ساديو ماني بعصابته بفرقته تحركاتهم بنقلهم بفكرهم بكل حاجه، عندهم ثقه حتى ان هم جايين عايزين ياخدوا البطوله وادائهم يسمح لهم بكده. فجود لك لتونس باذن الله. طيب. بس في نقطه، حته الاعمار السنيه دي مهمه جدا يعني. الاعمار السنيه في ممكن تلاقي ولد عنده 20 سنه واداؤه في الملعب اقل ضعيف جدا بدنيا يعني. يعني مثلا لما نقول احمد فتحي هو بيلعب كظهير يمين، شوف الجهد بيبذله ايه سواء في الجانب الهجومي والدفاعي. وممكن لو في واحد اقل سن منه محمد هاني مثلا، هل مثلا او اي حد تاني، علشان هل هنا الفرق؟ العمليه مش كده، في خبرات وفي جوانب فنيه الى جانب تكوين حته الاعمار دي. عندنا نصر، عندنا نصر ماهر لعيب مميز جدا جدا، لكن الجانب الدفاعي عنده قليل شويه، محتاج ان هو يتنمى. فحته ان انا في فلان بياخد كاس عالم علشان الاعمار السنيه كذا، دي كلام نمر تونس احسن كلام فيهم مساكني اعلى سنا فيهم، وهو نجم المباراه على طول. ويوسف اعلى سنا يعني بالظبط، الاعلى سنا هم احسن ناس. علشان كده، علشان كده دايما نقول انه المنتخب السنغالي اتمنى ان تونس تكسب زي ما انت قلتوا كده. اتمنى بس دول محترفين. لكن في الكوره، لكن في الكوره الافضل نتمنى تونس والجزائر، لكن ما فيش شك انه هو شكلها كده تونس، شكلها كده السنغال والجزائر ان شاء الله يعني، شكلها كده تكرار لنفس مباراه دور المجموعه. ممكن يكون الجزائر ونيجيريا، وممكن يكون نيجيريا والجزائر. نيجيريا ونيجيريا وتونس بعد شهر. ممكن نيجيريا وتونس. ما تسكت. هو على طول كده يا عم. تمام اوكي. سؤال اخير نختم بيه الاستوديو. نسبه التهديف في البطوله نقدر نقول متوسط يعني 96 هدف في 48 مباراه، بمعدل هدفين في كل مباراه. تعليقك على الجزئيه دي يا كابتن عادل، ودي اول مره مشاركه ل 24 منتخب. هل المستوى الفني عالي، متوسط، اقل من المتوسط؟ لا انا شايف ان المستوى فوق المتوسط لمعظم الفرق. لما نقول الفرق اللي هي مش مصنفه، بنين، جنوب افريقيا، حتى بروندي، مدغشقر، موريتانيا، مالي. ده مالي ده التيم ده ما يطلعش والله، والله عدل ربنا، بس التيم ده ما يطلعش. انا كنت مرشحه على فكره ثالث واحد، انا قلت نيجيريا، السنغال، مالي. تيم بيعمل كل حاجه، من تسديد، من هجوم من يمين وشمال، من اختراقات، من كل حاجه. عندهم قوه بدنيه، فما فيش شك انه البطوله دي كانت مشوقه جدا من حيث التنظيم، من حيث الاداء الفني، من حيث برضو الفار لما بيخش امتعنا كلنا. ما فيش شك ان احنا استمتعنا بهذه أكيد البطوله، وربنا يوفق ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن فتحي مبروك، 96 هدف في 48 مباراه. لا انا شايف طبعا لو جينا بصينا على الاداء الفني، الاداء الفني بالنسبه للمجموعات اداء انا شايفه يعني فرق كتير اقل من المتوسط. المستوى الفني ابتدى يزداد بعد مرحله الدور ال 16 والدور اللي قبل كده، فعشان كده بقول الدور ده فوق المتوسط، فوق المتوسط، وممكن يوصل لحتى للدور الجيد
يعني في اداء وفي دلوقتي حتى نسبه التهديف بتقليله بتوصل لضربات جزاء. ده انت وصلت في ماتشات بتوصل جزاء ضربات الجزاء الترجيحيه ماتشات كتير. فالاداء ارتفع. فالمرحله دي انا شايف ان اداء جيد. ممكن المرحله بقى الماتش طبعا الجزائر ونيجيريا والسنغال وتونس ممكن يوصل لمرحله الاداء الفني الرائع. تمام الاداء الفني الرائع لان دي بطوله خلاص. كابتن شريف سريع انا هقول لك حاجه ثانيه. مصر لما خرجت كله بقى عايز ياخد البطوله خلاص وبيرتفع بقت متاحه للجميع. تمام كنت اتمنى ان مصر تبقى موجوده كانت هتبقى جيده جدا يعني بس عشان مصر خرجت فكله ابتدى يشد حيله يعني. البطوله بقت متاحه للجميع طالما صح التنظيم وصح الضبط يمكن رفعت لا احنا كنا مرشحين في الاول ومصر كانت موجوده وكنا مرشحين برضو الجزائر ونيجيريا والسنغال كان الاطار ده اللي داير فيه اربع فرق لما مصر تلعب بره حظ بقى الفرق كلها ابتدت تشد وتعمل. تمام كابتن عادل طعيم انا بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق لحضرتك. بشكرك حبيبي شكرا. كابتن فتحي شكرا محمد شكرا جزيلا متشكر جدا. كابتن شريف الف سلامه عليك وبشكرك. بعتذر عشان لا ولا يهمك كابتن شريف احنا سعيد سعدنا بصوتك بصراحه انا مستني اسمع تعليق كابتن فتحي حرفيا بشكركم شكرا جزيلا وكل التوفيق لكم يا رب ان شاء الله خلال الفتره القادمه وكل التوفيق للمنتخبات العربيه تونس الجزائر لما لا نهائي عربي على الارض المصريه في الكره الافريقيه كان مصر 2019 وان شاء الله نشوف مباريات قويه خلال المرحله القادمه لكن يبقى ان خلال الساعات القادمه نقطه مهمه جدا وانا بختم مشروع المدرب اللي هيتم اختياره لقياده منتخب مصر. الفكره اكبر من ان هو مدرب وطني ولا مدرب اجنبي. الشخصيه اللي هتدير الاتحاد واللي هتختار المدرب للفتره القادمه محتاج يشتغل بمعايير ويكون عنده مشروع ان المنتخب يشتغل من خلال هذا المشروع للسنوات القادمه. تصفيات كاس العالم والبدايه مش بعيده كمان 3 شهور في شهر اكتوبر فمحتاجين قرار سريع والمشروع اللي هيدير المنتخب في الفتره الجايه هيبقى شكله ازاي ومعاييره ايه. شكرا لحسن المتابعه والمشاهده ونلتقي على خير باذن الله في حلقات اخرى قادمه من كان مصر 2019.